عارف ال اشوف العاملين في الكيبورد بتاعين طايرين مفاتيح مقلوعة ولا شنو؟ طايرين، ايوه طايرين المفاتيح، بس شفت ما قادر اركب لغايه ما استخدمت كده لو في زول عدله. اعمل لك شير يا دكتور، يلا هترسله في رسالة واتساب ولا هتعمل شنو؟ عملتها في الفيسبوك. ايوه أوكي. السلام ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله الحبيب الغالي يا أخي. والله ما شاء الله، دكتور أنا أنور، طبيعتها تكون في سابع نومة. والله أبدا نحن انتهينا ناسي من السيمينار بتاع الاتش ار ما شاء الله تبارك الله، مع ناصرين فيصل، يعني كان حاجه رائعه جدا والله. يا انا صراحه سلام يا امبرست الله. بانه في تجارب يعني تستحق الدوكيومنتيشن والبروموشن كده من مجموعه حجار. فاستاذ منى قدمت حاجه ممتازه جدا. انتوا لايف في فيسبوك؟ نحن لايف في الفيسبوك. ممتاز والله. يا دكتور بكري والله يا اخي سعيدين بك جدا يا اخي. الله يديك العافيه يا دكتور انور يا اخي، انا لسعد والله. الله يكرمك يا رب سعيد يا اخي، بشوفك. الله يكرمك يا اخي. الليله والله طبعا الانفنشن بتاع ونس على دروب النجاح دي كوبي رايت لحبيبنا دكتور ياسين، و ما شاء الله. صراحه كده غوص يعني بيتغوص الناس في حياه الناس العلماء والكونتريبيوترز وكده يعني. فسعيدين بك والله. الله يا اخي، ان شاء الله نتمنى يكون نقاش مفيد للناس ان شاء الله. ان شاء اكيد الله باذن الله حيكون مفيد ان شاء الله. طيب بس طيب لو نعمل، ارسلت لي اللينك يا دكتور ياسين عشان اعمل انا لها شير برضه بس لي. معلش اغلق فيو، حيجيك في حاجة في الواتساب، في سوري في ال شات هنا ممكن. ايوه برضه في الشات. ما شاء الله لا لا خلاص، لقيته في الفيسبوك، لقيته في الفيسبوك. لقيته تمام. تمام. ايوه. جاهزين نبدأ؟ جدا. ايوه طيب خلينا نعمل بسم الله شير الرحمن اللينك. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحت يعني سلسلة ونس على دروب النجاح، السلسلة الرائعة اللي هي بتجمع السودانيين عموما يعني، واصحاب المعرفه واصحاب الشان في امور السودان كلها. السلسله طبعا ابتدعتها مبادره الباحثين السودانيين، المبادره الجميله الرائعه يعني، كل مره بيتحدث لنا وبيجيب لنا في الحاجات دي. الفكره يا جماعه الفكره بسيطه جدا جدا، نحن كل مره بنستضيف الضيف وبنديه الحريه بتاعت انه يتكلم لنا ويسرد لنا يعني حياته، نجاحاته، آلامه، معاناته، عشان الناس تستفيد منها يعني، عشان الشباب بالذات الشباب في السودان اللي بقى حلمهم كله يقول لك يا اخي السفر السنبك السفر السنبك وكده. فنحن بنجيب لكم الناس اللي تعبوا يعني، الناس برضو كانوا معاكم في السودان وتعبوا وعانوا، ركبوا المواصلات وامتحانات وعصر وكده وكده يعني. تمام. فالليله ان شاء الله انا اقدر اتكلم كثير، لكن معانا الرجل الرائع الدكتور بكري علي. الدكتور بكري علي طبعا يا جماعه احنا لو دايرين نفتش السي في بتاعته في الانترنت من ايام موجوده يعني، موجوده ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظه ويزيده. ودكتور بكري ده يا جماعه انا والله ما بقيت فريند بتاعه في الفيسبوك الا امس والله ولا امس، لكن يعني من بدايه الثوره يعني ما شاء الله تبارك الله يعني النجم بتاعه بزغ يعني، انه في مساعدة الناس في يعني لما الناس مع بعض وكده، فبعد ذاك الناس عرفت بكري علي يعني. تمام. الليلة إن شاء الله حنتعرف على دكتور بكري علي عن غرب، يتحدث لنا عن ونسة في دروب النجاح. تفضل يا دكتور. ألف شكر لك يا دكتور ياسين، دكتور أنور، شكرا لكم على الفرصة، ومرحب بكم، مرحب بمجموعة الباحثين السودانيين. ربنا يوفقكم ووفقنا جميعا ان نقدم ما يفيد اليوم وكل يوم ان شاء الله. في البدايه عايز اترحم على روح الامام السيد الامام الصادق المهدي، ربنا يتقبله، رمز من رموز السودان، رمز من رموز الديمقراطيه السودانيه. نسال ربنا يتقبله ونرسل العزاء الخالص لاسرته
لجموع الأنصار، لجماهير حزب الأمة، ونسأل ربنا يحفظ البلد، يحفظ السودان وكل الأهل من الحافل. كلنا شايفين الوباء منتشر، وشايفين للأسف أخبار الوفيات يعني كل يوم. مثلا أنا قبل شوية في بداية اللايف ده بتكلم مع دكتور ياسين، إنه تدخل الفيسبوك بتكون شايل هم إنه هتلقى منو منزل عزاء، هتلقى منو من الأهل، منو من الأصحاب منزل عزاء. نسأل ربنا يحفظ الناس، أيام صعبة لكن بإذن الله بنقدر نتجاوزها بإذن الله، بحفظ من ربنا وباجتهاد من الناس. عايز استغل الثاني حاجه برضه في بدايه اللايف وقبل ما ندخل في الموضوع ان شاء الله، انه انبه الناس انه في مجهودات كثيره الحمد لله لمجابهه الوضع الحاصل. صح شايفين تقصير من الجهات الرسميه، وشايفين اهمال من الناس للاسف، وشايفين عدم التزام بالارشادات الاساسيه. املنا انه ده كله يتغير، لانه بدون ما ده يتغير ما في فرصه. المرض ده فتاك جدا. انا كشخص قاعد هنا في البلد دي وشايف انه الاعداد وصلت 200 ألف حالة جديدة في اليوم، 200 ألف حالة جديدة في اليوم. الرقم ده فكروا فيه يا أخوانا، وده مع إنه الناس عاملة حسابها وعايشة في وضع من ناحية مستوى نظافة وكده أحسن، لكن المرض فتاك والفيروس انتشاره سهل 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 جدا، ممكن زول واحد يعدي استاد كامل. فعايز برضو أنبه الناس إنه في مبادرات بتاعت مساعدة، واحدة منهم مبادرة تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا. التحالف طبعا بدأ قبل فترة مع الموجة الأولى، ورجعنا الآن مع الموجة الثانية. الناس تعبانة ومحبطة وشايف الحاصل، ومرات تحس إنه الناس شايفة إنه الحاصل ده أكبر منها، لكن ما في طريقة إنه الناس تستسلم ولا تقيف ولا ترفع الراية البيضاء، لأنه ده أرواح أهلنا. فأرجو من اللي بيشاهدونا هنا الليلة أو في أي وقت لقدام يدخلوا في الفيسبوك يشوفوا صفحة تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا، او صفحه صداقات يو اس اي، او صفحتي على الفيسبوك. هتلقوا رابط لحمله التبرعات. التبرعات هتمشي ان شاء الله لدعم مراكز العزل والعلاج ومجابهه الوضع الحاصل ده. هو يعني اي حاجه احسن من انه الناس تلعن الظلام. فشكرا لكم وشكرا على الاستضافه. انا الحقيقه متابع المجموعه بتاعتكم من فتره ومبسوط منكم، يعني احتمال ما جت فرصه اني اقول لكم الكلام ده، لكن مبسوط من اللي بتعملوا فيه، لانه أنا مقتنع تماما إنه ما في مخرج للسودان نحو نهضة ونحو استقرار ونمو ما لم الناس تضع البحث والعلم في موضعه الصحيح. كل البلدان النهضت في العالم، ما في نهضة حصلت بالصدفة، ما في نهضة حصلت شغل عشوائي. كل البلدان نهضت سواء كان في محيطنا القريب أو في العالم ككل، نهضت بفضل إنه الناس سخرت طاقات الشباب، سخرت الأدمغة زي ما بيقولوا، والمعامل واللابات والبحوث العلمية في كل المجالات، وأنتجت نهضة حقيقية لبلداننا. فبتمنى إنه اللي بيحصل عندكم هنا في المجموعة دي وفي كل جامعاتنا وفي كل مراكز البحث على يعني العزلة الحاصلة، إنه يكون نواة لأنه البلد تمشي لقدام إن شاء الله. فأنا يا دكتور ياسين حقيف هنا، وخليك تديني فكرة لو عايزني أبدأ لك من وين إن شاء الله. طيب دارين نعرف دكتور بكري علي من وين درست، يعني دكتور النشأة، المراحل الدراسية، يعني رجعك لورا شوية يعني. جدا جدا. انا اصلا من مواليد قريه الشكاب شاع الدين في الجزيره، شكاب شاع الدين، وتحيه لاهلي كلهم في شكاب شاع الدين وفي كل الجزيره وفي كل السودان. بتقع جنوب مدني وانت ماشي على سنار، على شارع مدني سنار. قريه عامره وجميله وما شاء الله، يعني اهل الواحد يعتز بهم. والوالد ربنا يديه الصحه والعافيه رحل بينا في السودان من نياله لأم درمان، يعني تحاوم كشأن كل الناس الشغالة في مجال التعليم. الوالد كان شغال في مجال التعليم، حاليا في المعاش هو، لكن استقرينا في أم درمان في السبعينات. الوقت ذاك أنا صغير، ما حقول عمري كم يا إخواننا، ما في داعي للأسئلة المحرجة. استقرينا في أم درمان والثورة. فأنا تقدر تقول النشأة والولادة في الجزيرة في قرية الشكاب شاع الدين، المراحل التعليمية في أم درمان في الثورة. وخلينا أقول حاجة هنا، السودان طبعا على فكرة أنا تخيل لو عملنا إحصائية دقيقة هنلقى 95% من أهل السودان إما ناس اتولدت في قرى ونزحت لمدن، أو ناس عايشة في قرى. والقرى السودانية أنا في رأيي الشخصي هي مستودع
الأصالة السودانية، هي مستودع القيم السودانية، كل حاجاتنا اللي بنشوفها، الكرم، الأصالة، النفير، مساعدة الغير، قيم في القرية السودانية لا تزال بخير والحمد لله، رغم ضيق الزمن ورغم العسر الشديد الحاصل على الناس. فالناس يمكن شوية زحمة المدن بتاخد شوية من الطبع السوداني الجميل النظيف اللي بنعرفه، لكن لما تكون في مدينة زي أم درمان الثورة، أم درمان طبعا عاصمة السودان القومية نقدر نقول، بتلقى فيها كل المجتمع السوداني، هي سودان مصغر أم درمان. الثورة بالتحديد من أجمل الأحياء في أم درمان، يعني أي زول بيحب الكورة، أي زول بيحب المناشط، بيحب كل الأكتيفيتي بتاعت الشباب، الثورة الزمن ده كانت وما زالت أفتكر من أجمل الأماكن الزول يعيش فيها ويدرس في مدارسها. درست ثانوي في مدرسة خور عمر، الثانوية القومية، ومدرسة خور عمر أنا أقدر أقول إنه دي واحدة من التجارب اللي شكلت حاجة كبيرة جوا الواحد، لأنه مدرسة خور عمر الطريقة اللي كان الترتيب لها إنه بياخدوا حوالي 5 أو 6 من كل إقليم في السودان، زمان ده كانت أقاليم أو كان بداية موضوع الولايات ده. فأنت بتكون في الفصل أو في العنبر، هي مدرسة داخلية طبعا كانت، بيكون معاك ناس من كل ولاية، كل منطقة في السودان. أي مدينة تخطر على بالك، أي ولاية تخطر على بالك، بتلقى واحد من شباب دفعتك، من شباب فصلك، من شباب العنبر بتاعك، في الدائرة بتاعتك دي. فلما الواحد يكون في مرحلة الثانوي العالي ويكون بيتشكل بالطريقة دي، وحولك كل الناس دي بتجارب، وانتوا بتعيشوا مع بعض، مش بس يعني بتقروا بتمشوا نهاية اليوم بيوتكم، بتكونوا ساكنين مع بعض، سراير جنب السراير، الونسة، البرامج الثقافية، البرامج الرياضية، كل الحاجات دي. فالحاجة دي مفقودة في السودان حاليا. أنا أتخلي واحد من الحاجات المفترض نركز عليها تركيز أساسي في مستقبلنا إن شاء الله، إنه التعليم الثانوي ترجع مدارس زي حنتوب، زي خور طقط، زي خور عمر، المدارس اللي كانت بتجمع ناس من مختلف أنحاء السودان في حتة واحدة، نعم وتخليهم يعيشوا في مرحلة في حياتهم مهمة جدا. نعم تفضل يا دكتور بالذات ياسين. يا دكتور، معلش بس اوقفك هنا في الحته دي، بالذات الداخليه. انا برضه يعني درست في الداخليه وكده، وبعدين احنا طلعنا، اسمع، طلعنا هالعوض سوا. انا برضه من الجزيره وكده، ومن قريه في الجزيره برضه، ما بعيده منك يا دكتور. مرحبا مرحبا، أهل الأصالة فالداخليه والكرم. كده، بس كده بس وقفنا شويه كده في الداخليه دي، يعني اللي هي داخليه اخر، قبل ما نمشي داخليه الجامعه، جامعه الخرطوم، وقفنا بس في داخليه قر عمر شويه يعني. والله يا اخي شوف، انا زي ما قلت لك يعني بتشكل حاجه جواك، بتشكل جواك حب للسودان من نوع مختلف، لانه بكون معاك واحد مثلا شبابنا اللي كانوا معانا في داخليه عطبره، الداخليه ذات اول حاجه كانت مسماه باسماء رمزيه سودانيه، عطبره، الرهد، ابو زعيمه، بحر الغزال، كان في 4 داخليات في قر عمر. الفكره انه التوزيع بتاع الناس بيكون يعني بيحاولوا انه ما بحطوا ناس من درمان مثلا كلهم في عنبر واحد في داخليه، ناس الجزيره، يعني بيحاولوا انه يدوا الناس فرصه انه يتعاملوا ويحتكوا مع بعض ويعرفوا عن بعض. فالتجربه بتكون تجربه عميقه، لانه يعني انت في فتره من عمرك كل معارفك عن الدنيا بتتشكل، الناحيه الاكاديميه طبعا ما شاء الله قر عمر طوال ال9 سنوات اللي كانت فيها فاتحه كانت هي المدرسه الاولى على مستوى السودان، وده بيديك يعني انعكاس للشيء كان حاصل. النواحي الاكاديميه فيها تركيز عالي، الاساتذه والطلبه ساكنين في الداخليه مع بعض، حتى الاساتذه اللي عندهم اسر عندهم ميز خارج المدرسه، فالاستاذ اصلا ما بعيد منك في اي لحظه من اللحظات انت احتجت مساعده، بالعكس يعني يمكن كان في تمارين كوره العصر بيكون الطلبه والاساتذه بيلعبوا مع بعض. المنافسه بين الداخليات، المنافسه مش بس في الكور والرياضه، الرياضه عموما يعني خور عمر كان فيها مناشط كره السله، كان فيها مناشط كره الطائره، كان فيها حتى الفنون فيها منافسه، سباق الضاحيه، سباق الضاحية ده كان نحن كله 3 بيكون فيه، هو عبارة عن تمرين الناس بتجري مسافة بتاعت حوالي 5 كيلو مع بعض، حتى مدير المدرسة عليه رحمة الله الأستاذ عبد الباقي حمد ربنا يرحمه ويتقبله، مع إنه رجل 70 لكن كان بيكون لابس وقدامنا في الجري. فالفترة دي بتكون يعني صراحة أنت اتفتحت على السودان بطريقة مختلفة، لأنه الحاجات دي كلها أنت بتعملها ومعاك ناس بيعملوها بطريقتهم، والناس بتشارك واقع جميل جدا، اهو كل اسبوعين بتمشي البيت ترجع تشوف ناس البيت وتجي،
لكن صدقني العلاقات اللي بتعملها في وقت زي ده بتكون علاقات راسخة إلى اليوم. إلى اليوم الواحد يفخر بعلاقاته مع شباب خور عمر، كل الدفعات اللي كانوا معانا وحتى الناس اللي قبلينا. لما تلقى واحد من الخور يعني اوتوماتيكلي كده بيكون في مستوى بتاع تفاهم، لان انتوا بتبدوا من حته مشتركه مع بعض. واتمنى ان النموذج ده يرجع السودان ويتوسع ان شاء الله. نعم، وليالي سمر بتاعت الداخليات وكده يعني. يا زول سمر وغنى وكوره وغلاط وحاجات تانية ما في داعي. طيب هل في سياسه كان في سياسه في الداخليات؟ في سياسه، في سياسه، مع انه لاحظ انا قريت الثانوي في دخلت الثانوي 89 وتخرجت 92. كان يعني دخلنا مع انقلاب الانقاذ كويس، الجو السياسي في البلد كان ملغوم طبعا جدا، لكن مع ذلك كان في نقاشات سياسيه، ما حاجه زي كان النقاش بتاع الجامعه مثلا، لكن بتلقى في ناس عندهم توجهات سياسيه واضحه. في ناس طبعا من الثانوي بيكونوا عرفوا وجهتهم، انا عايز اكون زول اسلامي، عايز اكون زول يساري، عايز اكون حزب امه، فتلقى كل الحاجات دي. لكن صراحه ما الحاجه الواحد بيتذكرها من الزمن ده انها كانت بتعرف التجربه بتاعت خور عمر. يمكن كانت اكثر حاجه مرتبطه بالفتره ديك الثقافه، واقدر اقول الثقافه بطريقه مختلفه، مش بس الشعر واللغه العربيه والمسرح وكده، حتى المدايح وفرق الغناء مثلا الكورات الداخليات، يعني كانت تجربه زي ما بيقولوا يعني all around. انت ما في حاجه في حياتك حتى لو انت ما عايز، غصبا عنك بتلقى حاجات انت عايز يعني ما زول طايره بتلقى كره قدم، ما زول كره قدم بتلقى كره سله، زول قرايه ولغه عربيه وشعر وبلاغه بتلقى الحاجات دي، زول لغه انجليزيه بتلقى الجمعيه بتاعت اللغه الانجليزيه. فما شاء الله كانت يعني بحر من الزخم الثقافي ال all around، وتجربه جد انا اتمنى انه نشوفها. زي ما بقول برجع بقول الكلام ده، انا متاكد انه اذا كان عندنا 10 20 مدرسه زي خور عمر على امتداد السودان حتطلع لنا اجيال واعيه وفاهمه، وفاهمه الايدنتيتي بتاعت الهويه بتاعتها كجيل سوداني ينتمي للبلد دي كلها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. طيب سؤال ثاني، هل كان في اي اويرنس بالليدرشيب؟ ما انتوا كنتوا كريم اوف ذا كريم، يعني الناس جايبينكم الاوائل بتوعون الولايات المختلفه عشان تكونوا في خور عمر، فهل كان في اي حاجه عن الليدرشيب، انشطه، تدريب، حاجه زي دي؟ في اكيد. اول حاجه الاستاذ عبد الباقي عليه رحمه الله في زمننا نحن وصلنا، هو كان بيدي حصه واحده لكل فصل اسمها ارشاد كويس. حصه الارشاد دي عباره عن مشاركه منه لخبرته، هو ما شاء الله رجل يعني درس في بريطانيا ورجل تعليمي، هو طبعا يعني درس نيميري، افتكر دي الحاجه خلته هو نيميري خلاه ان شارج اوف المساله بتاعت انه ياسس حاجه زي خور عمر كويس. الخلفيه بتاعته بتخليك يعني انت في زمن زي ذاك بتكون عايز تسمع منه زياده، فحصه الارشاد دي كان بتكون عباره عن كلام عن الليدرشيب، عن اختياراتك في الحياه بطريقه من رجل يعني طريقته في الكلام رجل كاريزماتيك جدا، تكلم انت بتسمع فصل لا لو رميت دبوسه تسمعه، وبعدين بيحتفظ بحس الفكاهه، بيحتفظ بالشخصيه بتاعت الزول الممكن انت يعني تحس بيه وقريب لدرجه انك تهازل معاه، لكن في نفس الوقت في هاله بتاعت احترام حوله كده انت ما بتقدر تتجاوزها. فغير كده كمان ما شاء الله الاساتذه اساتذتنا الكرام ربنا يتقبل من رحلوا منهم الزمن ذاك وربنا يحفظ من واصلوا منه المسيره بعد ما تقفلت خور عمر، طبعا هو مشوا في دروب التعليم، لكن يعني اذكر تماما الانشطه في الداخليات، الداخليه ذات عندها ستراكشر، رئيس الداخليه، نائب رئيس الداخليه، رئيس العنبر، وبالمناسبه كان في اصرار شديد على النظام. اديك امثله مثلا انه السرير بتاعك اللي انت بتنوم فيه عندك 4 مربعات، المربع البلاط المربع بتاع السودان ذاك، رجل السرير لازم تكون في المربع ده مثلا، ودي من القوانين بتاعت الداخليه، احتمال كانت في داخليتنا بس عاد بره، احتمال كانت في كل الداخليات. لكن رئيس الداخليه مهمته انه بعد ما الناس يطلعوا على الفصول بياخد جوله يشوف لو في اي زول مخالف، بطانته مكرفسه، سريره مكرفس، السرير ما قاعد في البلاطات الاربعه بيصادروا حياتك طوالي، تنو في السلك، تنو في البلاط ما زول شغال بيك. فكان في كان في تركيز على التربيه مش بس من ناحيه الاكاديميات، حتى من ناحيه الالتزام بالمواعيد،
الالتزام بالنظام بالدقة في كل حاجة. ف يعني التجربة أنا برجع تاني وأقول إنه أتمنى يكون عندنا 20 30 خور عمر على امتداد السودان وبأفكار متطورة تناسب العصر اللي احنا عايشين فيه، لكن حاجة مهمة جدا. نعم، هي والله يا دكتور يعني بتعلمك يعني الداخليات بالذات، بتعلمك البنكشواليتي، بتعلمك الصبر، بتعلمك النظام. يعني الحمد لله رب العالمين، انا الحاجه اللي تعلمتها من الداخليه لحد الان يعني اصحى من الصباح لو ما يعني رتبت السرير بتاعي ما بمشي بعمل اي حاجه يعني. ف يعني طبعا دي المشكلة بستغرب بتاعنا مع الشباب هنا. انا نفس فبستغرب مشكلتي مع لما اولادي، بقول لهم يا اخوان انتوا البطاطين والكرفس والواحد تذكر 20 مرة برضه ما تطبق البطانية، بالضبط فطلب كده. ايوه بالعافية. اتذكر عندنا واحد زميلنا، فطبعا الحاجه دي بقت يعني نحن ما كان النظام في الداخليه بتاعتنا دقيق زيكم كده، لكن يعني برانا كده كنا بنحس بالحاجه دي. فالمهم واحد يعني من زملائنا مشى نسى البطانيه بتاعته مكرفسه في السرير وكده، ومشى الحصه، ففي نص الحصه اتذكر الموضوع ده، فبس 200 الحصه تنتهي عشان يجري الداخليه يقوم يرتب السرير بتاعه يعني. فسبحان الله يعني الحاجات ايوه مهمه جدا جدا. طيب بعد ذاك اتنقلت لجامعه الخرطوم، وخلينا اسالك اي جامعه الخرطوم الاختيار الميكانيك. ايوه الاختيار الحقيقه الدخول لجامعه الخرطوم، ارجع لك لورا شويه. طبعا كلنا في السودان بتمر علينا اللحظات بتاعت الاختيار، ادبي ولا علمي، وفي العلمي احياء ولا رياضيات، النظام احتمال يكون اتغيرت فيه. لكن انت من سنه ثالثه ثانوي عالي مفترض تحدد وجهتك. فالحمد لله انا موضوع الحاجات الميكانيكيه والحاجات اللي بتتحرك عموما، سواء كانت قطارات طائرات اي حاجه، الحاجة دي منذ الصغر عندي يعني واضحة جدا. أنا بالعكس النوع اللي في البيت كنت ببوظ الروادي والثلاجة باظت، بحاول بعض أصلحها طبعا بعد ذلك بتتلجن، لكن شنو يعني الواحد ما كان متحير في إنه حيمشي أدبي ولا حيمشي أحياء، كان واضح إنه أنا حيمشي تخصص كويس. فالحمد لله امتحنت تخصص، ونحن كنا من آخر الدفع الدخل لجامعة الخرطوم بالشكل، أنت لما تدخل سنة أولى بتكون موزع هندسه لكن ما محدداته قسم. خليه بعد ذاك النظام اتغير، بيجي بعد ده لو عايز تدخل كهرباء ولا من تقديم الجامعه انت بتحدد. نعم فدخلنا هندسه عامه في سنه اولى، بعد النتائج بتاعت سنه اولى بعد ذاك بتقوم تتوزع على حسب رغبتك نمره واحد وعلى حسب نتيجتك برضه. فبيشيلوا كوته معينه لكل قسم، والزمن ذاك المعمار كانت نمره واحد، المدنيه كانت نمره اثنين، كهرباء كانت نمره ثلاثه، ميكانيكا كانت نمره اربعه. كويس الكلام ده ما كان فيه خجل ولا فيه دس، يعني الناس كانت ناس معمار ديل شايفين نفسهم كده يعني براهم خلاص كده براهم، ما بيقدر يتكلم معاهم. الله يديهم الصحه والعافيه، ده منطق عاد لهم، لكن ده خلينا نقول مشاغله. ديل في دفعة كان ناس هاشم بن المدنيه عوف مش كده؟ هاشم بن وافع كانوا في دفعتنا في معمار. ايوه نعم. الناس الهندسه المدنيه وديل كمان برضه يعني باعتبار انه الرغبه الاولى كانت واعلى مجموعات من سنه اولى بتدخل الهندسه المدنيه. ف انا وبتذكر الزمن ذاك اخونا زهير محمود الله يطراه بالخير معانا في كاليفورنيا هنا حاليا، كان اول السودان، انا كنت سايب على الشهاده السودانيه. فالناس استغربوا لما احنا جلينا معمار اول حاجه، وبعد ذاك لما جينا في نهايه السنه الاولى جلينا مدنيه وكهرباء واخترنا ميكانيكا. فما كان عندي شك انا في الحاجه دي، اخونا زهير برضه افتكر كان محدد وجهته من بدري برضه. وبعد ذاك يعني الواحد الحمد لله يعني الى الان لو رجع به الزمن بتخيل انه ده كان القرار الصحيح على الزمن ذاك. لكن انا عايز اقول حاجه هنا في الحته دي، انه نظام التعليم في السودان بصراحه فيه عيوب كثيره جدا، ما بيسمح للشخص انه يعرف كثير عن الحاجه اللي هو ماشي فيها، وما من السهل تلقى الناس يعني الواحد محدد وجهته بشكل واضح وعارف وعايز يعمل شنو او عنده رغبه في حاجه واضحه. ف كثير من زملائنا مشوا طب مثلا لحد سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه، بعد ذاك الواحد فيهم بتحس بيه زي جاته زهجه من قصه القرايه دي، وفي حالات كثيره بتاعت ناس يعني الواحد فيهم يا خلى الجامعه يا جمد يا حاجه زي دي. والى الان انا شايف الحاجه دي مستمره، انه السودان للاسف ما في التعليم ما مرتب بالطريقه اللي بتسمح للطالب انه يدخل ويعرف زياده عن المجال وبعد ذاك يختار. ف دي حاجة ممكن نتكلم عنها زيادة لقدام، لكن الحمد لله إنه الواحد كان عارف إنه ميكانيكا هي الرغبة، والحمد لله جامعة الخرطوم الوقت ذاك كانت يا دوب طلعت من حتة التعريب، نحن دخلنا الجامعة بعد ما حصل التعريب. فكان في فوضى عجيبة جدا، يعني بتذكر إلى الآن الدكاترة
ما عارفين يعني صراحة، كانوا بيبدوا مرات الدكتور يبدأ ليك الجملة من اليمين، بعد شوية يضطر يمشي على شمال السبورة عشان عايز يكتب حاجة بالإنجليزي. المراجع في المكتبة ما كانت فيه، بيكون في مرجع أو مرجعين، الباقي كله كتب بالإنجليزي. فنحن كان مطلوب مننا إنه ناخذ المحاضرات بالعربي، أو العربي جبروا النظام البائد، جبر الجامعات والقرار بتاع التعريب ده كان قرار سياسي جدا، ما كان في تجهيز له وما كان في اي حاجه. فجاه كده قالوا الجامعات بالعربي من بكره. كان عندهم مشكله مع بريطانيا ولا مع السفير البريطاني ولا شو ما تعرف. المهم فنحن جينا من اول الدفعه القرد بالتعريب، ثاني الدفعه الرابعه الدفعه قرد بالعربي. الموضوع كان شويه كده صعب، والحاجات كانت محدوده جدا. كليه الهندسه بتذكر الى الان المعمل بتاع الكمبيوتر كان فيه 3 ولا 4 ولا 5 كمبيوترات. عادة انت لو في سنة تانية ولا تالتة ولا كده، ما حتى ما عندك طريق انك تصل، لانه عادة بخلوها لنا السنة الخامسة، ناس المشاريع ناس سنة رابعة وكده. ف رغم انه كانت الحاجات ضيقة، والتسعينات في السودان كانت فترة صعبة. انا ساكن في درمان الثورة، عشان اصل احصل المحاضرة الاولى الساعة 8 في الجامعة ما كنت بحصلها. يعني انا كنت حته انا دي الا دار اقعد في الشباب، الداخلية. معلش انا دار الشباب يا جماعه، الحته دي انتبهوا لها جدا. انا اسال الشباب اللي بيعانوا انه ما في مواصلات وما في كده، الناس دي كلها برضو كانت نفس المعاناه. يعني ما في، يعني انا برضو من الناس اللي كنت بعاني من المواصلات. يعني كان الواحد بيفوت، يعني انا الجامعه ما قريتها في السودان يعني، لكن الثانوي العالي قريته في الخرطوم يعني، او جزء منه يعني، ثانيه وثالثه تقريبا قريتها في الخرطوم. فدي نفس يا جماعه نفس المعاناه، يعني نفس المعاناه. الناس دي برضه كانت يعني، ما يقولوا لكم والله زمان الزمن كان جميل، والزمن كان يعني ممكن تكون الذكريات جميله يعني كويس، ممكن يكونوا الناس جميلين، وممكن الناس يكون كان عندهم امل اكثر، والامل ده بدا يعني ما داري نقول يتلاشى، لكن بدا يضمحل شويه يعني. لكن نفس المعاناه. هو سيد الدكتور بكري علي قدامنا ده برضه يعني بيتكلم منه المحاضرات فاتته والمواصلات وكده يعني. من هنا برضه يا جماعه برحب يا بالناس في الفيسبوك، مرحبا بكم، ونحن انا برضه والله مستمتع جدا معاكم، وخليكم يعني مواصلين. تفضل يا دكتور. شكرا لك يا ياسين. فعلا جوع، شفت كلمة جوع دي؟ نحن في الداخلية دي كنا من جوع والله، يعني ما أكذب عليك. أنا مع إنه في اندرمان وبمشي بجي نهاية بداية الأسبوع بجي شايل قريشات، لكن أو في الداخلية كلنا قاعدين شباب مع بعض، ناس مدني، علي ناس بور سودان، علي ناس وين، هو الناس بتتشارك الحاجة اللي فيه. بداية الأسبوع يومين ثلاثة في الأسبوع خلاص الناس دي كلها تكون فلست. وبعد ذلك بتلقى انه يعني حتى وجبه الفول مثلا، اللي هي الفطور الستاندرد والعشاء الستاندرد في الزمن ده، بتلقى انه مشكله. يعني والله بتذكر الى الان نحن كنا يعني الحمد لله كان في علاقات كويسه، وقرينا الجامعه بطريقه تقدر تقول عليها كان فيها فوضى. يعني ما صراحه الواحد في الجامعه بعيد شويه من الاكاديميات، وبنجي نقرا قبل السمستر باسبوعين، لانه اصلا ما في حاجه بتشجعك زي ما قلت لك عليه انك تقرا وتتبحر في الحاجه. نحن كنا بنقرا بروجرامينج بالورقه والقلم، فورتران وباسكال، اللانجوج البروجرامينج دي ما حصل. عملنا كيبورد عشان نشوف الكود بتاعك ده بيوديك وين. ف وزي ما قلت لك يعني يمكن الايام كانت طعمه بالرفقه بتاعت الناس والبرامج. واتذكر الزمن ذاك التسعينات، محمود عبد العزيز عليه رحمه الله، عيد الجلاد، الحفلات في نادي الضباط، في دار الاطباء هنا جنب الجامعه، في كل الحتات دي. وكانت البرامج، الجامعه كانت برامج كثيره، ما كنا ناس سياسه في الجامعه ولا عندنا علاقه بالسياسه، كان النتائج اللي ماشيين بها وبنرجع في الشارع بعد ذاك، كان في ناس السياسه طبعا. لكن الحمد لله الواحد يقدر يقول انه رغم اللي حصل ده، اقدر اقول انه جامعه الخرطوم خطت للواحد اساس يقدر يبني عليهم. والواحد شاف حس بالفرق لما جاء امريكا، وشاف بعد ذاك القرايه بتاعت الدراسات العليا كانت اسهل شديد، لانه كل الحياة كانت متوفره. المعاناه اللي عانيناها في الجامعه من صعوبه الامتحانات ومن التضييق بتاع الدكاتره في انه الامتحانات لازم تكون صعبه ولازم تكون طويله ولازم تكون حاجه كده عويصه جدا، الحمد لله الواحد جاء الموضوع ده اسهل من كده بكثير يعني. فهنتكلم عن الحاجه دي لما نجي ان شاء الله. لكن بس قبل ما نفوت من الحته دي، اي حاجه الانسان بيعملها في حياته بيضيف له شيء. صح، احتمال الواحد يكون في لحظه من اللحظات حاسس انه يا اخي انا في الجامعه والقصه دي ما ماشيه والموضوع ده ليه وين. اي حاجه بتعملها في حياتك بتجتهد فيها ممكن تبني عليها، وطبعا الظروف بتساعد وبتعمل فرق في حياه الناس. لكن الحاجه اللي بتعمل فيها في اي وقت تاكد انك تعملها باحسن ما تقدر عليه.
ده احسن ما تتيح الظروف. الظروف ما دائما حتكون ايديال ولا حتكون مثاليه، الدنيا دي ربنا ما خلقها مثاليه، خلقها مجابده وشد وجذب، لكن في النهايه اي حاجه الزول لو جوده وداها حقها بيجي اليوم الـ بتنتج ان شاء الله. صح فعلا. هي طبعا اصلا يعني حتى العلماء وحتى الانبياء، يعني الانبياء ديل يعني مروا بتجارب صعبه جدا جدا، تجارب انه الواحد يعني كان يعني مطالب، يعني كان يقتلوه في روحه، خليك من انه الاكل والشراب وكده، يعني تخيل انك انت تنوم ويكون في خطر مهدد حياتك، مش مهدد انه تاكل وتشرب وكده يعني. فدائما يعني التجارب الصعبه دي والحاجات الصعبه دي هي اللي بتبني الانسان، هي اللي بتخليك انك انت تمشي لقدام، هي اللي بتخليك بعدين تدي يعني العطاء، الحته بتاعت العطاء دي يعني بعدين هنجلها بعدين، لكن هي لو ما انت تعلمت المعاناه ما حتعطي يعني. تمام؟ تفضل يا دكتور. فعلا، وزياده كلامك ده برضو يعني برغم الحاصل ده، انا ما بقول في الكلام ده عشان اقول له انه مثلا السودان ظلمنا ولا السودان ما ادانا حاجه، انا اتمنى انه ما في زول يفهم كلامي بالطريقه دي. السودان ادانا، نحن قرينا الجامعه تقريبا مجانا، كان رسوم التسجيل حاجه كده لا تذكر، يعني اول الزمن ذاك الناس قادرين عليها، ما حاجه صعبه، ما حاجه غاليه، كويس؟ قدر اللي فيه استفدنا منه وتأهلنا وقرينا، وأنا قعدت في السودان بعد التخرج سنة واحدة اشتغلت، كان في مشاريع بتاعت شركة هندسية شغالة مع وزارة الطاقة، ويمكن المعاناة تواصلت حتى بعد التخرج لأن الشغل كان ما بكفيك حتى حق المواصلات. كنت شغال في موقع في شارع 61 قريب من مباني وزارة الطاقة الحالية دي تبع شركة خاصة، ف انا باخذ حق المواصلات من ناس البيت زي ايام الجامعه، يعني ما كان في اي فريق، لكن الحاجه اللي يمكن خلت الواحد شويه كان متفائل الزمن ذاك انه انا كان طلع لي اللوتري في سنه خامسه السمستر الاول، بدايه السمستر الثاني من سنه خامسه، ف الحاجه دي يعني خلتني على الاقل انا مترقب شيء، رغم انه ناس كثير كان بيظهر لهم اللوتري لكن لسبب ما بيقوموا ما بيتوفقوا فيهم، بيرفضوا لهم في المعاينه ولا كده، لكن كنت عايش الفتره بتاعت بعد التخرج ده على اساس انه حتى لو اللوتري ده ما ظبط انا هشوف لي طريقه خارج من البلد، لانه بصراحه كانت مقفله، ما كان في وظائف، البترول كان لسه ما فتح وظائف بالطريقه، يمكن بعدنا باربع خمس سنين، انا خرجت سنه 98، في بدايه الالفينات شركات البترول الكبيره جات وبقي في وظائف كويسه في البلد، الشركات القطاع الخاص بدا شويه كده يواكب، الاتصالات بدات في السودان تعمل فرص كويسه للناس، لكن احنا زماننا اللي بيشتغل اول حاجه بيشتغل بيكون محظوظ، كويس؟ اللي بيشتغل في شركه كويسه ده كمان يعني ده الا يكون عندك معرفه، عندك واسطه، عندك زول، لكن كانت حاجه حاله كريبه جدا. ف برغم ده بقول لك تاني، برجع بقول لك ان السودان ما ظلمنا، يعني قدر الظروف اللي كانت فيها البلد الواحد يعني ما بيكون حامل على البلد على قدر ما انه حامل، لانه الظروف ليه كده؟ ليه السودان معزوله عن العالم؟ ليه السودان نحن الليله الواحد فينا يا دكتور انا وريت الحياه يمكن يعني تكون عندك بها علاقه كويسه، انه كيف انت ذاتك عشان تتواصل مع جامعه اجنبيه مثلا عشان تقدم لدراسات عليا؟ الموضوع ده كان زي المستحيل. بتذكر لحد هسه بنمشي المعهد بتاع صلتي مثلا عشان الواحد يلقى المراجع اللي فيها اسامي الجامعات والانترنت، طبعا الزمن ده يمكن كانت يعني اكتشاف جديد. يعني بتعاني معاناة شديدة جدا عشان تكتب لك جواب ترسله لجامعة وما بتعرف هو وصل ولا ما وصل وما بتعرف، فكان في محاولات كثيرة، كل ناس الدفعة تقريبا أغلب ناس الدفعة كان الناس بتحاول إنها تطلع من السودان عشان الإنسان في النهاية لما يتخطى بين خيارين إنه ينتظر ويشوف الظروف تتصلح ولا يمشي يخدم نفسه وأسرته، أكيد يعني الإجابة تكون واضحة. طيب أنت من السودان مشيت أمريكا، عندما أرجع بيك لخور عمر وتخرجت من الثانوية سابع الشهادة السودانية، دخلت جامعة الخرطوم بالتأكيد يعني في الميكانيكا وكده، وأسيت تطرقت للمسألة بتاعت رسوم التسجيل في الجامعة دي، الحاجة اللي كان بتدفعوها، ففي خور عمر درسته مجانا يعني على حساب الدولة، وبعدين في جامعة الخرطوم تقريبا مجانا على حساب الدولة، وقمت مشيت انتقلت أمريكا وشفت النظام هناك كيف، إنه الزول لازم ياخد ستيودنت لون على اساس انه لما يتخرج بعدين هيدفع من مرتبه وهيدفع المصاريف بتاعت الجامعه. انت اسيدي لو كنت بوليسي ميكر في السودان
جيفن ان والله ولا الشهاده السودانيه كلهم حاليا ممكن يكونوا برا السودان، ما موجودين داخل السودان، رغم انه بشح الامكانيات والحاجه البسيطه والاكنولجمنت الممتازه اللي عملته قبل شويه، انه الزول ما يقول انه والله يا اخي ما اخذنا شيء من السودان، اخذنا منه الايدنتيتي واخذنا منه البيلونجينج واخذنا منه احنا سودانيين، ولو حصلت لك اي مشكله الناس بتجيب حق لانك سوداني مش لانك اي حاجه ثاني في الغربه تحديدا وكده. فلو كنت بوليسي ميكر، هل النظام ده الاقرب للسوشياليست بتاع انه والله يا اخي ان احنا وي ريورد الناس الشطار على انه نقريهم مجانا، لكن الاوتبوت بتاعهم بيمشي برا ما بيجي راجع، الا بيجي راجع في حالتين والله اخي الزول طيب والزول هميم والزول بتاع تشاريتي وكده زي بكري، لكن لو كان الزول مثلا والله يا اخي سيلف سنترد كان سيلفش خلاص راحت علينا احنا السودانيين ديل، دفعنا قروش الجامعه وبتاع بالكيكه الصغيره دي، فكان بيكون اتجاهك شنو؟ هل تدفع الناس في الجامعه يدفعوا التيوشن بتاعهم وعشان بعدين يكونوا ملتزمين بانه يشتغلوا يدفعوا باك حتى لو كانوا شطار، ولا تكيب النظام ده وتحاول تكسباند نشوف ريسورس من حته ثانيه؟ تفضل دكتور. ده سؤال عميق يا دكتور انور، وسؤال اجابته مرتبطه بحاجات كثيره جدا. انا خليت الحل بتاع المساله دي ما بس في النظام التعليمي، لانه الحاجه اللي انت بتشوفها في بلد زي امريكا مثلا، التعليم ما قاعد كقطاع منفصل عن اي حاجه، دي من الحاجات انا كنت هتكلم عنها لقدام شويه ان شاء الله. انه التعليم مرتبط بالقطاع الخاص، مرتبط بالقطاع الحكومي، مرتبط بالوظائف، مرتبط يعني حتى بداخل في حياه الناس بالكامل. فالتعليم في امريكا فيه مشكله، يعني انا بقول لك انه فعلا النظام بتاع انك تخلي الجامعات تسعر زي ما عايزه بيخلق مشكله في النهايه، يعني نفسي واحد من المشاكل الكبيره جدا انه الامريكان اغلبهم الناس اللي درسوا جامعات عندهم student loans متلتلة، الواحد بيكون بيدفع لحد ما يموت. صح يمكن تكون حاجة بسيطة مقارنة بالدخل بتاعه، لكن أنا أتخيل لي المشكلة الحاصلة في نظام زي النظام السوداني، إذا في نظام أصلا، إنه نحن بننظر للتعليم كحاجة منفصلة. التعليم ما بينفصل أبدا عن القطاع العام والخاص وعن اقتصاد الدولة. أحسن الشركات في البلد دي كانت مشاريع تخرج او ريسيرش لطلبه، فيسبوك جوجل كل الحاجات دي كانت طلعت في بيئه اكاديميه، اما حاجه عشان الزول كان موجود في المكان اللي وفر له البيئه اللي بتخليه يفكر بالطريقه دي، او كانت حتى بحث بتاع جامعه او دراسه او غيره. فالنظام بتاعنا عايز مراجعه، واكثر حاجه محتاج لها ارتباط بالقطاع الخاص والقطاع العام بطريقه تخلق قيمه، التعليم يكون قيمه تغذي القطاعين ديل، وفي نفس الوقت العائد انه يكون ارتفاع في المستوى بتاع التعليم، عشان الليله كمان انت يعني ما نكذب على نفسنا، السودان ما فيه مستوى بتاع تعليم ينافس. جيب لي الليله طالب من كوريا او من اي دوله درس جامعه، وجيب زول درس جامعه في السودان وخدته مقارن المهارات الاساسيه، الكوميونيكيشن، التخاطب، الكونفدنس، المقدره على حل المشاكل. النظام التعليمي بتاعنا زي ما يقولوا انت يو جيت وات يو باي فور كويس. فالمساله هي بالانس بين الكواليتي والكوست. انا في رايي انه الموضوع ده لازم يحصل له اعاده صياغه بصوره، اول حاجه تنفع مع الايدنتيتي السودانيه بتاعتنا، ما بتاخذ اي حاجه ربح للاخر كويس، لكن في نفس الوقت برضو يعني يكون في اقرار انه التعليم الجيد الكويس مكلف. الجامعات عشان تكون جامعات مهيئه وعندها مكتبات وعندها بحوث وعندها امكانيه انها توفر تعليم متكامل، مش الجامعات، حتى المدارس الثانويه، حتى المدارس الابتدائيه، الحاجه دي بتكلف قروش ما مجانا. فالحاجه ما بتجي بانه نحن ناخذ المواطن ونعتبره هو مسؤول عن كل حاجه، لكن بتخلق قيمه كامله في المجتمع بانك تعمل تكامل بين صناعتك وتجارتك واقتصادك وشركاتك الحكوميه والخاصه. وانا لما احكي عن التجربه بتاعتي في التعليم هنا والبحث اللي انا عملته حتشوف الحاجه دي واضحه جدا، يعني يمكن انا كنت مستغرب جدا انه الحاجات دي الناس دي يعني الحاجات متوفره كده، وانا ممكن اعمل دكتوراه مجانا في بلد زي دي ليه؟ لكن سؤال عميق يا دكتور عمر، محتاج الناس يعني انها تجاوب عليه بتبحر شويه. في انا ممكن اجاوب لك بطريقه ثانيه، يعني
عندك في الدول يعني الدول المتقدمه دي زي بريطانيا، امريكا، المانيا. يعني مثلا عندك المانيا فيها الاكاديميين كلهم مفوتوا 10%، يعني الناس اللي دخلوا جامعات بروبر جامعه يعني عملوا بكالوريوس وماجستير وكده مفوتوا ال 10%. فالدول معتمده على شنو؟ معتمده على التدريب المهني اللي هو الفوكيشنال، تمام؟ لانه ديل سريع يتخرج من المدارس، الواحد يعمل له كورس يعني بيقصي ماكسيموم ممكن سنتين، انت يكون عندك دبلومه تمشي تشتغل بيها، واثناء ما انت شغال يكون في شركه متبنياك بتدفع لك اجر زهيد وكذا، لكن مقابل انه يدربوك. فعشان كده دي الحته اللي هنا خلت انه شنو، والله انا لو عايز مثلا اخش لي جامعه زي جامعه مثلا في بريطانيا في امريكا، فلازم ادفع عليها دم قلبي عشان اقدر اخذ النولج اللي انا عايزها. فهي دي هنا برضو بتعمل لك الفرق بين انه احنا في السودان الواحد اهم حاجه انه يخش جامعه، يعني من انت صغير ان شاء الله يا ولدي تكبر تبقى دكتور وكذا وشنو شنو، يعني دل يعني بيشوفوا انه والله زول المشى قرا فوكيشنال او قرا له دبلوم ده معناه ده زول يعني يوزليس يعني. فللاسف يعني برضو دي واحده من الحاجات الناس المفروض تشتغل عليها وتغير الصوره بتاعتها. يعني تفضل يا دكتور. معلش دكتور. لا ما في مشكله. ده سؤال زي ما قلت محتاج الناس تفكر فيه بطريقة مختلفة شوية. خلينا أنا أواصل أحكي التجربة بتاعتي في أمريكا، وفي الحقيقة أنا عايز أعكس حاجات أتمنى الناس تجد فيها دروس، لأنه البلدان زي أمريكا بتوفر لك فرص، وبعد ذاك الاستفادة من الفرص دي بتعتمد على حاجات كثيرة، مش بس كون الفرصة موجودة معناها الاستفادة هتحصل أوتوماتيكلي. في حاجات وفي حاجات خلينا نقول بالواضح كده في شخصيتنا السودانية بتخلينا شوية كده مرات البوتنشال بتاعنا ما بيحصل كله. فأنا واحدة من الحاجات اللي عملتها وأنا جيت البلد دي يا دوب قعدت وكتبت حاجة، يمكن ورقة لحد هسه قاعدة في المحفظة بتاعتي كويس، قاعدة لها 20 سنة دي مطبقة، وكل ما أفتحها المستحيل سبعت قطعت كويس. الورقة دي ليها 20 سنة في المحفظة بتاعتي كويس، كتبت فيها أنا عايز شنو لنفسي، مش لنفسي، بدأت بين ناس البيت الأسرة الصغيرة الأهل ولنفسي كويس. فحاجات ما أقدر أقول لك خطة كويس، ولا أقدر أقول لك مانيفيستو، لكن عبارة عن بس لو أنا حققت الحاجات دي، لو أنا اتحت لي الفرصة عشان أحقق حاجة في حياتي هحقق الحاجات الآتية. هديك أمثلة من الحاجات اللي أنا كتبتها كويس. مثلا لناس البيت كتبت إنه بناء منزل بالصورة التي نطلع لها، مثلا واحدة من الحاجات أي زول في الدنيا دي بيحلم إنه يبني له بيت كويس. الأهل، مساعدة الأهل على قدر الإمكان لتحسين الأوضاع، وذلك بواحد اثنين ثلاثة. بالنسبة لي أنا كتبت الوقت ذاك عايز شهادة الماجستير خلال السنتين الأوائل في أمريكا، وبعد ذاك أشتغل، ونمرة ثلاثة الحصول على الدكتوراه بعد فترة العمل. يعني انا ما خططت انه انا حادخل الجامعه الفلانيه ولا حاقرا في كده، لكن تقريبا كنت عارف انه الدراسات العليا والتعليم هو المفتاح. البلد دي ما نهضت ولا الناس اللي نجحوا فيها نجحوا بالصدفه. فالقصه بتاعتي انه حتى انا تصوري لها مع انها ما مشت بالطريقه اللي تصورتها، انه انا حادخل سريع في خلال سنتين انتهي لي من ماجستير واستلم وظيفه، وبعد ذاك لما وضعي المادي يتحسن ارجع الجامعه ثاني اعمل لي دكتوراه. ما مشيت بالطريقه دي، لقيت نفسي انا في الجامعه لمده 7 سنوات. السبع سنوات الاولى في امريكا انا لقيت نفسي في الجامعه، وححكي لكم الحاجه اللي خلتني اواصل فتره طويله زي دي شنو. لكن من التحديات اللي بتواجه الزول لما يجي بلد زي امريكا في البدايه، انت بيكون عندك خيارات كثيره جدا كويس، يعني بتشعر زي كانه نحن في السودان السكه واضحه، تمشي تقرا العالي تنجح تخش الجامعه تتخرج تقدم لوظيفه ولا تسافر كويس، سكه واحده. بتجي هنا بتلقى انه انت ممكن تشتغل لو عايز، انسى موضوع القراءه، امشي شوف الشغل، تتدرج من وظيفه لوظيفه. صح الاشغال اللي انت ممكن تلقاها بدون ما تاهل نفسك في البلد دي بتختلف، حتى لو انت جايب شهاده بتاع جامعه من بلد ثاني، بالذات بلد زي السودان ما في ضمان انك تحصل على وظيفه. استثناءات نادره جدا انه زول يجي من السودان وما يقرا في البلد دي ويشتغل مثلا في مجاله اللي هو درسه. ممكن في ناس تدخل في مجال البزنس، في ناس بتدخل في مجالات اكاديميه وغيره. ف
فكثره الخيارات دي لو انت، ودي يمكن من الحياة الاساسيه اللي خلتني انا احدد ان انا عايز شنو. تخيل الامريكان عندهم مثل بيقول لك كان كيد ان كاندي ستور، تخيل طفل صغير فتحت له دكان حلاوه وقلت له خش، يمكن يعني تلقاه بيخمش من هنا من هنا. يعني انت لو ما بقيت فوكس وتفكيرك واضح على الاقل لنفسك، هتلقى نفسك انت يعني مشيت في اتجاهات وبدون ما تعرف الاتجاه ده هتوديك لوين، ممكن تلقى نفسك يعني ضيعت زمن. ف من اكثر الحاجات اللي بتخوف في بلد زي امريكا انه رغم الفرص الكثيره المتاحه دي تلقى نفسك ضيعت زمن والسنين جرت وانت ما عملت حاجه. الحمد لله ربنا وفقني بتوفيق من ربنا وبمسانده كثيره جدا من الناس اللي انا جيت لقيتهم في البلد دي. انا جيت بدات في مدينه فيلادلفيا مع اولاد عمنا، اخونا منذر اللي طلع بالخير واخونا خليفه وشبابنا من شباب الجزيره. فالواحد كان محاط بناس مجتهدين وناس يعني بيذكروك انه يعني انت جيت البلد دي عندك فرصه كبيره، زوج جيت بشهاده جامعيه كمان، ودي من اصعب الحاجات. امريكا لو جيت بدون شهاده جامعيه دراسه الجامعه اللي هي البكالوريوس ممكن تكون صعبه شويه وعايزه فول تايم. الدراسات العليا ممكن تعملها وانت شغال وظيفه وظيفتين، ممكن تكون شغال سايق تاكسي، ممكن تكون شغال بيتزا ديليفري وتكون بتقرب المساء. واغلب الناس في فترتنا دي عملوا كده. ف الحاجه الثانيه برضو من الحاجات اللي برضو بتضطر تقرر فيها انك انت عايز تعمل شنو. صح انت حتقري جامعه لكن الدراسه هنا مختلفه، يعني انت ممكن تجي من ميكانيكال انجينيرنج وتدخل تدرس كمبيوتر ساينس، او تدخل تدرس ام بي اي مثلا، او تدخل تدرس حاجه ما عندها اي علاقه بالشيء اللي انت عملته. في النهايه النظره للتعليم الجراديت سكول التعليم العالي ما نظرة بتاعت انه انت قريت حاجه معناها تواصل فيها طوالي. تقريبا هي المرحله اللي بعدين انت بتقعد تشوف انت الحاجه اللي بتنفع معاك شنو. ف كده خلينا نعمل شير السكرين بتاعتي هنا. انا عايز لو قدرت اعمل تاني خليتني اعمل شير السكرين بتاعتي. عملت يكون احسن معي. جدا. والله يا اخي رائع 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 رائع. المساله بتاعت الورقه دي البلان الجولز انك تكون مكتوبه كده سواء كان تنتيف ولا يعني اذا كان بصوره كده مبدئيه ولا مفصله، دي حاجه رائعه. ده درس، ده اكبر ليسون ليرن بالنسبه لي سو فار. اتفضل. وبعدين يا انور انا عايز اقول لك انا ما عايز الناس تقوم تتخيل ان انا زول مرتب وزول منظم وزول بفكر 70 سنه لقدام. انا زي ما قلت لك الجامعه في السودان الواحد يعني بيرلي سرفايف، الواحد خرج بكرامه البريل وكان دي كان عندي الديزاين الماده الديزاين ادوني فيها دي في اخر سمستر في الجامعه. لكن بس انا عرفت الخطر بتاع انه الزول يدخل بلد كبيره زي دي بفرص كثيره زي دي وما يكون عارف نفسه هو عايز شنو. بالضبط كده. نعم صح. الحاجات ممكن تمشي في اتجاهات انت ما تكون حاسبها، وفعلا في حاجات كثيره مشت في اتجاهات انا ما حاسبها، وبتجي فرص بتلقى نفسك انك انت محتاج انك تقرر فيها بدون ما تكون جزء من فكرتك الاساسيه. نعم. ودي واحده من الحاجات اللي انا عايز اجري عليها بعدين، انه الانسان في حاجات انت بتكون عايزها لكن في حاجات بتجيك غير الحياه اللي انت عايزها. فالاكسرسايز ده يا انور انا ما عايزه يظهر كانه تفكير عبقري ولا حاجه كده، دي حاجه انا بعتبر انه وزي ما قلت لك يعني الورقه دي في اوقات كثيره بس بفتحها بعين ليها بشوف انه انا فيش من الحاجات دي ممكن اعمل فيه حاجه. صدق بدون ما انت ذاتك يعني تمشي لديب ثينكينج ولا تفكير عميق، بس كانوا الحاجات دي بس ادتك توجه عام كده انه يا اخي يعني انت محتاج انك تستفيد من زمنك في الحاجه الفلانيه. طبعا انت عارف اعمل شغل. اتفضل. انا عملتك. ايوه عملتك اتفضل. ممكن تعمل شير. انت عارف كمان في حاجه طبعاً. في حاجه بالذات يعني دي الحاجه دي طبعا في دول الخليج ما في الان دول الخليج دي انت بتحس في اي وقت ممكن يعملوا لك خروج نهائي خارجوك ممكن في اي لحظه. فلكن الحياه في اوروبا وفي امريكا يعني بتحس بالامان يعني، والاحساس بتاع الامان ده كمان اون ذا اذر هاند او من ناحيه ثانيه خطر جدا جدا، لانه ممكن يدخلك في مشاكل بتاعت انك انت ما هو ساعه قاعد ومرتاح وما عنده مشكله وما عليه مضايقات فبسرح يعني، فما بكون عندك بلان ما بكون عندك. فدي برضه دي واحده من الخطوره بتاعت انك انت تكون عايش كمهاجر يعني ما كمغترب يعني. وبعدين حاجه ثانيه برضه اضافه لكلامك ده يا دكتور، يعني الظروف مرات بتجبرك انك تعمل حاجات انت ما عايزها. يعني في ناس كثير بيجوا البلد دي
الواحد من اول يوم محتاج انه يرسل لنا في السودان، عنده اسره في السودان، في ناس بيجي البلد دي باسرهم مثلا، محتاج من البدايه انه طوال يشتغل، ما في اوبشنز كثيره. لكن لما تكون على الاقل انت عندك خلينا نقول يعني ويش ليست، حاجه انت عارف انه والله انا لو الظروف سمحت انا هعمل كده 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 كده، احتمال انت لما تجي في حتات بتاعت قرارات انه انا ممكن امشي يمين او شمال يكون عندك الخيارات، احتمال حاجه تخليك تساعدك انك تقرر القرار الصحيح. نعم. ف من اول الجامعات اللي انا قدمت ليها، وما قدمت ليها لانه مثلا جامعه رهيبه ولا جامعه، لانه انا جيت زي ما قلت لك جيت لاولاد عمنا في فلادلفيا، دراكسل جامعه خاصه في فلادلفيا. فلادلفيا فيها جامعتين تقريبا كبار، تيمبل يونيفرسيتي ودراكسل يونيفرسيتي ويونيفرسيتي اوف بنسلفانيا، ثلاثه اربع جامعات تقريبا. فدراكسل كانت الخيار الطبيعي بناء على المقارنه مع الجامعات الثانيه. اغلب الناس اللي بيجوا امريكا يمكن ما بيجوا حتى بيجوا للدراسه، بيجوا غالبا المدن الجامعيه في ميدويست، في الساوث، يعني حتات زي بيوريا مثلا، تسمع كثير من خريجين هندسه درسوا في برادلي يونيفرسيتي في بيوريا. الجامعات زي دي الناس خلقوا فيها سمعه والدخول لها بيكون اسهل. فدراكسل يونيفرسيتي قدمت لهم وتقريبا اخذوا مني قريب 9 شهور. انا لما جيت قدمت طوالي، لكن يعني العمليه بتاعتهم كانت بطيئه جدا. وفي نفس الوقت الدخول للجامعه في بلد زي امريكا مساله بتاع التنافس، ما بس الاداء الاكاديمي بتاعك، لكن هم بينظروا لك انت احتمال انك تخلص الجامعه وتتخرج وترفع اسم الجامعه دي لقدام شنو؟ واذا ادوك الفرصه دي والدول او الدول زول ثاني، منو ممكن ينتج نتيجه احسن لقدام؟ فكان والواحد الوقت ذاك انجليزي، وطبعا شويه كده على اساس انه جاي البلد جديد الانجليزي محدود شويه، فكانت حاجه صعبه جدا. انا وصلت مرحله انه يعني قلت لهم خلاص انا ما عايز، ادوني بس شهاداتي خلوني اقدم لجامعه ثانيه. لو كنت جاي مع شهاده نسخه واحده بتاع الشهادات، وما طلوني جدا. لكن الحمد لله مجرد ما دخلت الجامعه حتى ادوني قبول كونديشنال، اللي هو شنو؟ انه يعني نحن هندخلك لكن هتشيل مادتين، المادتين دي لازم تجيب فيهم بي اقل حاجه عشان نحن بعد ذاك نديك فول ادميشن. فقلت لهم خير، انا اصلا ما لاقي لا كونديشنال ولا فول ادميشن. دخلت بدايه سنه 2000 وشلت مادتين، فعلا الحمد لله الاثنين جبت فيهم ايه، لانه زي ما قلت لك يعني بتيجي تلقى هنا مثلا الحاجه اللي بتقراها في المحاضره والحاجه اللي بتيجي في الامتحان ما في فرق، ما في اجتهاد شديد. انت كل المطلوب منك انك تركز في المحاضره، تعمل الاساينمنت بتاعتك وتعمل حاجاتك بترتيب، تتابع البروفيسور لو في حاجه ما فاهمها تسال. الامتحانات اوبن بوك، انا دي يمكن واحده من الحاجات اللي اتخلعت فيها تماما، انه انت قاصد انه ممكن انا اشيل معايا الكتاب المرجع ادخل بيه الامتحان، الكلام ده كيف يا اخواننا؟ فلاحظ ان احنا جايين من خلفيه بتاعت انه الامتحانات كانت بتكون صعبه، وبيكون في زي تحس انه في تنافس انه الامتحان ده يكون صعب وما في زول يباطيه. المهم الحمد لله كانت بدايه كويسه. السنه الاولى كلها في الجامعه انا كنت ماخذ ستودنت لون وبدفع التويشن بتاعتي، وفي نفس الوقت بعافر عشان القى لي بروفيسور عنده بحث عشان اقدر ادخل معاه، لانه مجرد ما تلقى لك بروفيسور عنده بحث بعد ده هو بيقوم بيدفع لك البحث ده، بيسدد لك التويشن بتاعت الجامعه وبتكون مغطين التكاليف بتاعتك، واحتمال كمان يدوك فيها مرتب برضه. فالحمد لله بنهايه السنه الاولى قمت لقيت البرنامج ده، The FAA Drexel Fellowship Research Program. الـ FAA اللي هي Federal Aviation Administration. الـ Federal Aviation Administration، ودي واحدة من الحاجات، دي نقطة بترجعنا يا دكتور أنور لكلام الجبال، عن إنه التعليم ما بينفصل. الـ Federal Aviation Administration هي مصلحة الطيران المدني، تقدر تقول عليها، أو الفيدرالي. عندها مشاريع أو مشاكل بتاعت بحث عايزة تعمل فيها بحوث، ما بيحتاجوا انه يبنوا المعامل، ما بيحتاجوا انه يبنوا او انه يعينوا الناس اللي بيعملوا البحوث دي، لكن بيتعاقدوا مع الجامعات عقود بالنسبه للجامعات مجزيه، بالنسبه للجهه زي الفيدرال افيشن ادمنستريشن برضه مجزيه جدا، لانه بتطلع لهم بحوث على مستوى عالي جدا، وبيقدروا يعني بالاستفاده من المعامل بتاعت الجامعات، بالاستفاده من حتى من المعامل بتاعت الجهات زي دي. انا واحد من الناس اتيحت لي الفرصه بتاعت الفيدرال افيشن ادمنستريشن دي، كنت تقريبا شبه موظف، وكنت بمشي الاف اي 3 يوم في الاسبوع، مش جامعه يومين في الاسبوع. عندهم معامل رهيبه جدا، اللي هو الحته كانت اسمها
ذا ويليام جي هيوز تكنيكال سنتر. ده التكنيكال سنتر هو المركز التقني بتاع هيئه الطيران الفدرالي، هي الحته البحثيه الاساسيه لهيئه الطيران الفدرالي في البلد دي. فيهم عامل بتاعت اير ترافيك كنترول، بتاعت ستراكشرز، بتاعت حرائق، بتاعت رن واي كونديشنز، وحاجه كده ممتازه جدا. يعني انا اتخيل كان عندي صور منه هنا اشوفها لو لقيتها. فكانت يعني فرصه انه الواحد يعرف البحث العلمي على وصوله. يعني ما بحث علمي بس بتاع انه انا عايز اعمل لي بحث بتاع تخرج. دي الصوره يمكن شويه الكواليتي بتاعتها ضعيفه، لكن المركز كان عباره عن غابات فيها مباني، المباني دي فيها معامل، فيها كل انواع بحوث الطيران. فتخيل انه تكون جاي من السودان ليك اقل من سنه، انا الوقت ده كان لي اقل من سنه او سنه تقريبا لما جيت من السودان، وتلقى نفسك في حته زي دي انت قادر تأدي بحث علمي لجهه حكوميه، ومش بحث علمي بس، يعني بحث علمي بكونفرنس بيبرز وبمنشورات ومشاركه في مؤتمرات، وكل الحياه دي الجامعه دافعاها. ليه؟ لانه الجامعه قادره تلقى تمويل من الجهه الحكوميه دي، اللي هي في النهايه بالنسبه لها ده حاجه يعني ثمن مجزي عشان تلقى البحث العلمي اللي هي عايزاه. اتفضل، كان عندك سؤال؟ نعم، الحته دي بس يا جماعه، بس دار اوجه عبر دكتور بكري، الناس اللي بتبحث عن المنح وكده يا جماعه، المنح دائما امشوا للمواقع بتاعت الجامعات. يعني هو سي دكتور بكري وراني انه الجامعه بتاع دريكسل عندهم اللي هو البارتنر شيب مع الاف اي اي الامريكيه وكده. فانتوا اي زول يا جماعه عنده فكره بتاعت انه داير يمشي يفتش لمنحه، داير يمشي يفتش لدراسه برا، يمشي الموقع بتاع الجامعه ذاته ويمشي يفتش للحته، لانه كل الجامعات بتحاول، لانه دي واحده من اللي بيميز الجامعه من جامعه جامعه الحته بتاعت البحث والبروجكت زي دي، يعني المشاريع زي دي. لما مثلا جامعه الخرطوم والله يكون عندها مشروع مع كنانه، يكون عندها مشروع مع ناس الكهرباء، تمام. فدي من الحاجات اللي بتقوي الجامعات بحثيا وبتخليها تمشي في الرانكينج فوق. فانتوا اي زول يا جماعه، الناس بالذات اللي بيزعلوا من المنح، بيزعلوا من السكولرشيب، عليكم بس بالمواقع بتاعت الجامعات. يعني لانه في مواقع ثانيه بتكون دي طبعا مواقع تجاريه، يعني بيكونوا دارين ياخذوا معلوماتك بتدخلها في حتات ثانيه انت ما محتاجها. فانت بس اختصر الطريق، امشي طوالي للموقع بتاع الجامعه بتلقى فيه كل المعلومات دي. تفضل يا دكتور. ايوه شكرا لك. وبعدين عايز بس اوري التقرير ده هنا، ده واحد من التقارير اللي كانت شاركت في كتابات الزمن ذاك. اتكتب، هو بدينا الشغل فيه في الحقيقه قبل سنتين ثلاثه من التاريخ، بسبتمبر 2005، لكن كان فيه تقريبا العصاره بتاعت البحث اللي انا كان عملته في المركز بتاع الاف اي ده. والزمن ده انا كنت بستعمل اسم ابو بكر. انا هقول حاجه من حياتي انه انا اسمي غيرته، هنتكلم عنها برضه لقدام شويه، بدل ابو بكر بقيت استعمل بكري. ف يعني الحاجة اللي عايز أقولها إنه شوف السيت اب اللي بيسمح لزول مهاجر من دولة أجنبية إنه يدخل في خلال سنة أو سنتين في السيستم بتاع البلد، لدرجة إنه يكون عنده منشورات من الحكومة الفيدرالية، US Department of Transportation Federal Aviation Administration، فيها اسمه وهم ساهم فيها. ما بتعمل حاجة براك طبعا، كله في النهاية يكون تيم ورك، لكن يعني الحاجه دي بتوريك انه كيف الاستفاده من اي حاجه، من اي زول، من كل زول. ما في زول ما عنده الفرصه انه اذا اظهر البوتنشال بتاعه انه يثبت نفسه، انه يصل لحتات يساهم بناحيه علميه بناحيه عمليه. فبتمنى انه يكون عندنا دوله في السودان فيها الفرصه لكل ابناء البلد اول حاجه، ولكل الناس اللي عندها بوتنشال انها تساهم في انها تضع حاجه مفيده تفيد البلد وتفيد الانسان في البلد في يوم من الايام. فالحاجه اللي خلتني واصلتها انه انا لما دخلت في البرنامج ده وجيبلوني فيه، لما خلصت الماستر قعدت مع الادفايزر بتاعي وقال لي يا اخي اسمع، انت عندك فرصه انك اذا عايز تواصل لانك تعمل الدكتوراه مره واحده، انك تخلص من الموضوع ده ونحن حندفع عليك all the way، هنديك مرتب، حندفع عليك، صح ما مرتب بتاع زول عنده وظيفه في شركه خاصه ولا كده، لكن اذا حاب يتواصل في البحث بتاعك ده
ممكن احنا نعمل لك سبونسر البي اتش دي. الحقيقه الوقت ذاك يعني لانه لاحظ انا كاتب في ورقتي حاجه ان انا حاعمل لي ماجستير سريع وحاتخرج امشي اشتغل. ف اترددت جدا الوقت ذاك وتكلمت مع ناس السودان، وطبعا الواحد بيكون خاطي في باله ناس في باله ناس البيت منتظرين انك تشتغل ترسل تشوف الحاجه اللي ناقصه تتمها تجيب مع اهلك ناس البيت. ف اعتبرت انه القرار ما قراري انا برايي، فالوالد الله يديه الصحه والعافيه يعني قال لي ما تتردد ولا لحظه ولا تفكر ذاته مرتين في الموضوع ده. الحاجه دي الفرصه اللي انت لقيتها دي فرصه كويسه ان احنا ما محتاجين حاجه، والحمد لله يعني كانت القرار رغم انه زي ما قلت لك يعني بقيت قاعد فتره بتاعت اكثر من 6 سنة زياده عشان اخلص ده صوره من الزمن ذاك الواحد لما كان شعره مليان يقول الراس مليان شعر. فده كان المعمل في الـ في الـ في الـ في الاف اي اي اللي كان فيه الشغل اللي هي الاستاتمن اللي عليها التيست دي جزء من الفيسلاج بتاع الطياره. كان في بنحاول نعمل سيميليشن كونديشنز بتاعت الاوبريشن وبعد ذاك بنراقب من ناحيه ستراكشر بيحصل شنو وكاميرات بتاعت مراقبه ومقاييس بتاعت ستريس وبتاعت يعني كل انواع الحاجات، حاجه الواحد ما يحلم منه يلقى نفسه بيعمل شغل زي ده. فالقرار رغم انه كان صعب لكن لما انا اتخذت القرار انه اي انا حواصل لانه انا عامل دكتوراه ما كان يعني الواحد حس انه اخذ القرار الصح. والحمد لله يعني كانت تجربه جميله جدا المشاركه في المؤتمرات العلميه، التبحر ذاته في مجال البحث اللي انا كنت بعمل فيه، لانه لما تبدا الحاجه يا دوب كده وتكون ما خلصتها تحس انه يا اخي انا لسه لو عملت التجربه الفلانيه دي يمكن اوصل لانه اثبت الحاجه دي اوان فيها. فكانت حاجه ممتازه جدا. سنه 2006 انا خلصتها واستلمت الحمد لله البي اتش دي بتاعتي، عملت الثيسس ديفنس بتاعي، وبعد ذاك برضه بقى عندي خيار انه انا اواصل مع ناس الاف اي لانه برضه طوالي قدموا لي وظيفه على اساس انه يا اخي انت عارف السيستم وشغال معانا وعارف اللاب والتشغيل والحاجات كلها، فاذا عايز وظيفه نحن عندنا لك مكان. لكن في نفس الوقت الواحد طبعا الزمن ذاك بيقوم بيشوف الحاصل شنو. الحكومة هنا في البلد دي معروفة إنها من ناحية مرتبات ما بيدفعوا مرتبات عالية لكن بيدوا بنفيتس كويسة، مثلا معاش الفوائد بتاعة العلاج المجاني والحاجات دي والجدول المريح، لكن الشركات الخاصة من ناحية مادية بتكون دائما أحسن. فالوقت ده قمت طوالي قدمت 2006 قدمت لشركة بوينغ في إيفرت واشنطن. وحتى الوظيفه ذاتها انا عايز اقول حاجه هنا انه الوظيفه ذاتها ده المصنع بتاع شركه بوينغ في ولايه واشنطن. الوظيفه ذاتها الحصول عليها ما كان صعب لانه لما تكون في بحث وتمشي مؤتمرات وبتقابل ناس واسمك معروف موجود في 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 بحوث وكده، الناس في المجال ده المحتاجين لناس عندهم خلفيه زي دي التواصل معهم بعد ذلك بيبقى سهل. بتلاقي زول في كونفرنس بتشيل منه البيزنس كارد بتاعه بتديه البيزنس كارد بتاعك، مع انه احنا خجولين يعني صراحه دي واحده من الحاجات اللي فينا كسودانيين ممكن تتغير كثير، انه الانسان يعني ما في عيب في انك تعمل علاقات لانك انت ممكن في يوم من الايام تستفيد من العلاقات دي او تقدم فائده للزول انت عندك معه علاقه ده. فبالنسبه لنا الموضوع ده ما ناتشورال يعني زي بنستحي شويه كده وما حاجه يعني ما بتجينا ناتشورال كده. السنين بتاع بوينغ كانت سنين ممتازة يعني التكنولوجي الشاف الواحد في المصانع بتاعت بوينغ، الترتيب والطريقة بتاعت إنه أي حاجة مبنية على ديزاين وأناليسيس وحاجات معروفة يعني حاجة كانت روعة قمة الروعة. وأنا جزء من الشغل اللي اشتغلته الزمن ده كان إنه مش بس بشتغل على الحاجة اللي عندي لكن عندهم internal training program اللي هو لو أنت عارف حاجة الشركه عندها تريننج بروجرام لانه دائما بيعينوا ناس جداد. الزمان ده كان عندهم الطياره دي 787 يا دوب داخل البرودكشن، فعينوا ناس كتير جدا من الاوتو اندستري من شركات صناعه السيارات لانه كان في مشكله ما لاقيين ناس كفايه في الاير سبيس اندستري. فناس زي ديل هم مهندسين عندهم الخلفيه بتاعت الاستراكشرال اناليسيس، عندهم الخلفيه بتاعت الالكترونكس وات ايفر الحاجه اللي محتاجين لها لكن ما في الاير سبيس. فالشركات بتقوم بتعين ناس زي ديل وبيعملوا لهم انتنسيف تريننج بروجرام لمده 2 3 شهور عباره عن حصص وهاندز اون، وفي النهايه الواحد بيكون مؤهل لانه يادي الوظيفه. فالواحد الحاجه اللي نسى وشافها الزمن ذاك من انه الشركات عندها الفلكسبيليتي انها
تجيب ناس وحتى ما يكون عندهم كل الخبرات اللي عايزينها، لكن عندهم البوتنشال انه يتعلموا الحاجه اللي عايزاها الشركه. اصلا اي شركه في البلد دي انت لما تدخل اتوقع انك انت هتدخل في تريننج بروجرامز كتير جدا من البدايه، فكانت حاجه ممتازه جدا جدا. هجيف هنا اشوف لو في سؤال، لانه بعد ده هقوم امشي لحاجه ثانيه مختلفه شويه. طيب انا ما عندي سؤال بقدر ما هو يعني يعني انت مشيت عملت البحث في الجامعه وجيت انتقلت لبوينغ، يعني الفرق شنو بين البيئه البحثيه والبيئه بتاعت الشغل؟ الفرق كبير جدا. كويس. الفرق القطاع الخاص هنا في البلد دي قطاع مبني على الربح. كويس. البلد دي معروف انها بلد راسماليه، الشركه عندها شير هولدرز، كويس، عندها ناس مستثمرين، في توقعات معينه على حسب الناس المستثمره دي انه الارباح يكون نسبتها كده او كده معروفه. فالحاجه دي بتخلق يعني توقعات على كل المستويات. حتى لو انت زول جاي داخل جديد بتلقى انه في التريننج بتاع الشركه بيكلموك عن الشير هولدر فاليو، بيكلموك عن انه نحن ليه الكوميتمنت بتاعنا للكاستمرز، الكوميتمنت بتاعنا للشير هولدرز. ف الحاجه دي بتخلق حاجتين، بتخلق دافع انك انت لازم تحسن ادائك، لانه يعني ما في امر حميني، عادي جدا ممكن ارباح الشركه تتاثر وتلقى نفسها مضطره انها تفصل ناس. كويس. عادي جدا ممكن الشركه تلقى نفسها فقدت كونتراكت، والله يا اخي نحن بعد كده في مضطرين نتخلص من 5% من العماله بتاعتنا. المجتمع فيه السيفتي نت اللي بتخلي الناس حتى لو الانسان فقد وظيفته بيحصل على الجزء المينيمم زي ما تقول، بخليه يعني ما يجوع، لكن في نفس الوقت انت ما بتكون عايز تكون في موقع بتاعك لو حصلت اي حوجه، لانه يكون في تخفيض او لاي اوف تكون انت اسمك في الليسته، فبتلقى نفسك مضطر انك يعني تجود ادائك، مضطر انك انت تستغل الفرص كلها عشان توري المدير بتاعك والتيم بتاعك الفاليو بتاعتك شنو. نعم. بطريقه ما ناتشرال بالنسبه لنا، دي واحده من الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل. نحن صعب علينا جدا انه نقعد نتكلم عن نفسنا بطريقه بتاعت انا وعملت وانا سويت وانا، يعني هي ارت صراحه، يعني ممكن لو عملتها غلط يبقى منظرك شين جدا وتكون زي الزول الدوبر بحياتك اللي بتعمل فيها، ولو عملتها غلط برضه ممكن تضيع نفسك وتضيع الكريدت بتاعك وتضيع مجهودك، لكن الطريقه الصح اللي بتظهر مساهمتك انت والحاجه اللي انت الفاليو اللي انت بتوفرها للفريق بتاعك للشركه بتاعتك، على اساس انه يعني في النهايه الناس ما دائما بتعرف الحاجات براها. ف بالنسبه لي انا الموضوع ده بعتبره ليرنينج بروجريس، يعني ليرنينج ان بروجريس. كويس. ما حاجه سهله، يعني قصه انك تتكلم عن نفسك وعن ادائك وعن شغلك وعن حاجاتك ومساهماتك بطريقه ناتشرال ما يكون فيها حرج ليك، وفي نفس الوقت ما يكون فيها بياخه وقصه انك انت يعني قاشر بحياتك، ما حاجة سهلة، لكن حاجة مع الزمن ومع الاحتكاك بتتغير في الواحد. فبرضو من الفروقات الثانية الواضحة انه الاندستري بتاعت الاير سبيس ما مستقرة، ودي واحدة من الحياة انا صدمتني جدا، انه انت بتخيل انك انت عملت دكتوراه واهلت نفسك خلاص بعد ده تاني في شنو، انا بس امسك الوظيفة دي واواصل على كده لحد المعاش. الموضوع ما كده، الموضوع دائما في حوجة لأنك تتعلم سكيلز جديدة في كل مرحلة من المراحل، في كل مشروع من المشاريع تشتغل فيه يكون في حوجة لأنك أنت تطور نفسك وتتعلم سكيلز جديدة وتتعلم وتدخل ترجع تعمل سيرتيفيكيتس جديدة وتشتغل على الحاجات اللي أنت حاسس أنك ممكن تتطور فيها. واحدة من الحاجات اللي أنا حابب أعمل لها مشاركة هنا برضو، خلينا أعمل شير ثاني للسكرين بتاعتي. طيب سكرين تو. واحدة من الحاجات أنا حاسس إنه نحن ممكن نستفيد منها في طريقتنا وفي التربية بتاعتنا وفي البيئة بتاعتنا اللي بتطلع مننا شخصيات عايزة شغل، ما أكذب عليك. يعني ده واحد من التريننجز اللي أنا كان خلصته أثناء ما كنت في بوينغ. كويس. ده 2006 التريننج بروجرام بتاع كارنيجي
خلي يكون كلكم سمعتوا بيه. كارنيجي راجل ما شاء الله يعني ببلشر، كتب كتب كثيره جدا ايوه عن انك كيف تطور نفسك، وعن انك كيف تطور الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، وترفع المستوى بتاع الكونفيدنس بتاعتك، الثقه في الذات، وكيف انه التعامل بتاعك مع الناس اللي ما بتعرفهم في اوساط مهنيه، في اوساط اجتماعيه، تكون تتعامل بطريقه سلسه. الواحد اي واحد فينا عارف نفسه كويس، اي واحد فينا عارف الناقص شنو، وعارف امكانياته من نواحي بتاعت كوميونيكيشن، من نواحي بتاعت علاقات، حتى من نواحي بتاعت لغه وتخاطب كيف. ف واحده من الحاجات اللي فعلا انا حسيت انه امريكا بتوفرها، والنظام بتاع العمل والتعليم، وبرجع تاني للحته بتاعت انه التعليم متكامل جدا مع العمل، ده واحد من الكورسات الشركه بتدفع له. يعني انت اذا حاسس انه الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك ممكن يحصل فيها تطور، التعامل بتاعك ممكن يكون احسن، بتقدم لكورس زي ده وبتاخده فري بعد ساعات العمل، بتمشي تاخده. الكورس كان مدته تقريبا 10 محاضرات، واحده في الاسبوع، 10 اسابيع يعني، وفي اكسرسايزز داخله فيه ومجموعه كبيره جدا وسيميليشن. فما اقدر اقول لك انه المستوى بتاع الثقه بالنفس والمستوى بتاع السهوله في التعامل اللي انا بديت انتبه له بعد ما اخذت الكورس ده، وحاجات بسيطه يعني، لكن لما تسمع من اصحاب الشان والزول اللي درسنا اللي ادانا التريننج ده، شغال في التريننج ده سنين وسنين طويله جدا، بتكتشف انه فعلا في حاجات كثيره تمكن تطور نفسك فيها وتتحسن فيها اكثر. ف صدق بناء على الكورس ده انا استقلت من الشركه. حاجه غريبه الزول يقولها، لكن يعني بديك فرصه انك تقيم حياتك. مشكله جماعه الشركه صح؟ قدمنا الكورس ده استقلت اليوم حسيت. ما 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 يلا، الحاجه اللي انا خلتني اتخذ القرار بشنو؟ بتاع الاستقاله، والاستقاله بتاعتي كانت بالضبط في اخر يوم من الكورس، انه حسيت القيمه بتاعتي اللي انا اخذتها لنفسي والقيمه اللي انا لاقيها من الشركه ما كان في، كان في جاب. يعني انا شايف نفسي عندي خبره مع الفيدرال افيشن ادمنستريشن، وشايف نفسي عندي بي اتش دي، والحاجه كنت بعمل فيها نوع الشغل بعمل فيه رغم انه كان انترستنج، لكن كنت دائما مع المانجر بتاعي في خلاف انه يا اخي انا حاسس انه انا ما مستعمل السكيلز بتاعتي كلها. فوصلت معاه لطريق مسدود في النهايه. الراجل شويه كده يعني طريقته كانت ريجيد، وما ما يعني ما عنده مساحه بتاعت اخذ وعطى. فقمت طوالي بعد ذاك استقلت من بوينغ ومشيت. دقيقه انا عايز اشوف الصوره. طيب قبل ما تمشي من الحته دي انا داير اسالك سؤال برضو مرتبط بالطموح جدا. يعني الدوره بتاعت الحياه العمليه الكارير باث بتاع معظم السودانيين اللي بيعملوا بي اتش ديز في الغرب بتكون يا اما بيرجعوا السودان لانهم كانوا مبتعثين من السودان ولازم يرجعوا الجامعه ولا الوزاره اللي ودتهم ولا كده، ولا الواحد طوالي بيجي على الخليج. فانت قررت بعد ما خلصت البي اتش دي وكده انك تلتحق ببوينغ ومواصل في امريكا لحد الان. امريكا حلم ارض الاحلام وكده وبتاع. دارك بس تحب تتكلم شويه في الحته دي، الحته بتاعت الطموح والديترمينيشن، الاصرار على انك تنجح في الحته اللي فيها ممكن تنجح وتزدهر يعني. والله يا انور شوف، ما بكذب عليك لو قلت لك انه الواحد ما بيجيك الافكار انه يا اخي كذا انا ما امشي اشوف الخليج واشوف دبي ارجع السودان في الحظ شنو، لكن ما كان في واحد من الخيارات دي كلها منطقي الوقت ذاك. يعني الفرص اللي بتلقاها في بلد زي امريكا خصوصا لما تدخل في مجال زي الاير سبيس والشركات كثيره جدا هنا، الحاجه دي بتحس كانه انت يعني فتحت لك باب بعد ده يا دوب ممكن تستفيد من التاهيل اللي اهلت له نفسك. المشكله الثانيه كمان انه دائما لما انظر لدول الخليج كنت بشوف حاجه انه انت بتمشي هناك بتدي وبتلقى مقابل مادي، لكن الرحله بتاعت تطوير الذات بتعتمد انك انت تكون في وسط ياخذ منك ويديك، ما حسيت بها. احتمال انا اكون ما فاهم الترتيبات صح في بلدان الخليج، لكن يعني على حسب الحاجات اللي انا على الاقل التجارب المحدوده اللي انا شفتها، الناس بتمشي بتعمل قروش، لكن في نفس الوقت لما تيجي راجع امريكا مثلا بيكون عندهم مشكله بتاعت رجعه ثاني في الحياه المهنيه.
طبعا على الاقل الواحد بيرجع خطوات لورا. ف لكن في نفس الوقت برضو يعني في ناس مشوا ونجحوا، في ناس مشوا والنجاح طبعا بالمناسبه دي واحده من الحاجات برضو الثانيه احنا المفروض نكون حريصين فيها. تعريف النجاح بيختلف من زول لزول يعني، ودي حاجه التعريف الستاندرد للنجاح ده عباره عن مصطلح ما يعني ما دقيق شديد. ف صح انا كان صعب علي جدا الوقت ده انه استقيل من شركه زي بوينغ، كويس يعني جزء كبير جدا من الحاجه اللي انا كنت مبسوط منها انه انا شغال في شركه عالميه زي دي واسمها معروف على مستوى العالم كله، لكن ما الاقي المستوى بتاع المسؤوليه الان ولا حتى المستوى بتاع الدخل. يعني نكون صريحين برضو المسؤوليه في البلد دي في الوظيفه بتاعني مرتبك كم مقارنه بالناس اللي انت شغال معاهم. فاخذت قرار الوقت ده كان ريسكي جدا بكل المقاييس، مشيت اشتغلت في شركه جلف ستريم اير سبيس. جلف ستريم بتعمل طيارات برضو لكن بزنس جيتس، طيارات صغيره لكجري كويس زي الطيارات اللي بنشوفها في بتاعت السليبرتيز وكده، دي واحده من الطيارات من الداخل كويس. الشركه اصغر كويس وفي مدينه اصغر، وفي نفس الوقت انا زول عندي اسره، والوقت ذاك عندي داليا وامنه الله يديم الصحه والعافيه وفضل زوجتي. فالواحد بتحسب حسابات كثيره جدا انه يا اخي انا سارحل من الشرق للغرب ولا من الغرب للشرق وتلت الاسره دي معاي واخلي لي وظيفه مستقره زي دي عشان امشي لشركه ثانيه انا ما عارف فيها زول. فبتجيك الافكار اللي بتخليك دائما تكش وتقول يا اخي انا ما انسى الكلام ده واقعد في محلي يا اخي حاصل شنو. لكن انا اتخيل ليه المساله دي بتختلف من زول لزول. انا شخصيا النوع عندي قلق شويه في المواضيع دي، وبحب دائما اشوف لو في اي طريقه انا احسن مستوى المسؤوليه بتاعتي، احسن الوضع الوظيفي بتاعي، احسن الدخل بتاعي، بحاول اوصل للحاجه دي بالذات لو كانت حاجه منطقيه وحاجه حساباتها لوجيكال يعني. فمشيت جولف ستريم، والحقيقه كان الفكره بتاعتي كانت انه انا همشي اشتغل مع جولف ستريم 6 شهور واقدم لبوينغ تاني على اساس انه انا اجيب بدرجه اعلى، لانه حاب الشركه وحاب المنطقه ذات السياسه، المدينه من اجمل المدن في امريكا اللي هي فيها بوينغ كويس. لكن لو مشيت جولف ستريم الوضع اختلف والبلد عجبتنا، يعني رغم انها مدينه صغيره رغم انه ما في جاليه سودانيه لكن عجبتنا. والشركه الحاجه كويسه في شركه زي دي طياراتها مقارنه بالطيارات بتاعت بوينغ مثلا، انه انت بتلقى دي الجي 650 دي الطياره اللي انا لما مشيت اشتغلت في جولف ستريم بدات في البروجكت ده 2008. فانت بتلقى نفسك مسؤول عن مسؤوليه اكثر في الطيار ذاته، بدل ما كنت بس مسؤول من بارت صغير في الديزاين والاناليسيس في بوينغ، بتلقى نفسك مسؤول من وينج سكشن او من فيوسلاج سكشن او لاندنج جير سكشن مثلا. فبتديك فرصه انك تعمل اكثر، وبتعرفك بتتعلم شغل الطيران اكثر، لانه يعني الستاف ما كبير وفي نفس الوقت اي زول بيعمل حاجه اكثر كويس. ف يلا الحاجه اللي تواصلت جلف ستريم ما كانت اخر محطه، بعدها رجعت لبوينغ ثاني 2012 وقعدت شويه وثاني برضه القلق حصل ومشيت ايرباص برضه كانت واحده من الاحلام بتاعتي انه اشتغل لشركه زي ايرباص، لانه اي زول في مجال الطيران عارف انه لو انت اشتغلت في بوينغ وفي ايرباص ديل البيك تو يعني بعد كده ما خليت حاجه ثاني. لكن برضو عايز اوري الصوره دي هنا كويس. ده انا اخر يوم في الشغل في ايرباص. ايرباص عندهم مكاتب في ولايه ماكانزاس هناك. الصوره دي فيها ايرباص في الباك جراوند، الشيرت اللي لابسه نورث ويسترن كالوج كويس، ودي حاجه عايز اتكلم عنها واجيب فيها واتمنى انه ناس ياخدوا منها درس، لانه وصلت حتة أنا بعد النطاط الكثير ده بوينغ جولف ستريم بوينغ ايرباص ما أعرف أقول لك، أنا حسيت إنه الإندستري الإير سبيس ذاته كصناعة كإندستري الناس اللي بتتقدم في الوظائف والناس اللي بتصل مرحلة إنها تكون في التوب بتاع الشركات واللي بيكونوا إكزيكتيفز واللي بيكونوا سي أوز واللي بيكونوا فايس بريزيدنت ما هم المهندسين وبس، الخلفيه بتاعت البيزنس وفهم البيزنس مهم جدا جدا. ما تقدر انت تنقل وظيفتك من وظيفه هندسيه لوظيفه اداريه لوظيفه بتاعت تخطيط استراتيجي
للوظيفه بتاعت بزنس ديفلوبمنت اذا انت ما عندك الكريدنشلز اللي بتخليك تصل الحته دي. فبناء على كده لما كنت في ايرباص والحقيقه كان برضو جزء من الموضوع نقاش داخل الاسره انه يا اخي نحن ما استقرينا في حته واحده والشغل ده يعني من الشرق للغرب من الغرب للشرق نهايته وين. فالمشكله بتاعت الشغل بتاع الانجينيرنج انه الاستقرار صعب، صعب انك انت تقوم تستقر وتقول خلاص انا وصلت ما عايز حاجه تاني، لكن في نفس الوقت صعب انك انت تنتقل الانتقال اللي انا قلت لك قبل شويه انك تصل لحته يكون فيها وظيفه مستقره فيها تدرج وظيفي فيها مستوى بتاع مرتب يعني يتناسب مع السنين بتاعت الاجتهاد بتاعتك. فقررت في سنه 2016 انه يا اخي انا محتاج حاجه مختلفه. القرار ده جزء منه كان انه القلق الحاصل ده، لكن زياده على كده برضه واحد من اصحابي شديد كان الروميت بتاعي اثناء الجامعه من بوتسوانا كويس اسمه باو. باو ده هو كان في الحقيقه برضه زميلي هنا لو لاحظت اسمه واحد من التيبرز هنا باو موسيني. باو ده كان من بوتسوانا وسكننا مع بعض، وبالمناسبه الشعب بتاع بوتسوانا الشعب متفرد جدا، شعب طموح مرتب حاجاتهم جميله. نحن متخيلين نفسنا في مثل سوداني ولا مقوله سودانيه بيقول لك كان ممكن نكون احسن الافارقه واخترنا نكون اسوء العرب. الكلام ده جاء في الحقيقه تماما، احنا ما عارفين افريقيا اللي فيها شنو يا اخواننا، افريقيا دي فيها شعوب متحضره متعلمه ناس مرتبين حياتهم فيها نظام عارفين روحهم عايزين شنو. الروميت بتاعي ده لما جيت ايرباص هو كان هناك برضه، واحد من الاسباب اللي خلاني جيت ايرباص انه قال لي محتاجين ناس وعندنا وظائف كويسه والشركه هنا كويسه وشنو، لكن لما جيت بقينا نتناقش طوالي في الحاجات، فعرفت منه انه هو عايز يرجع بعد. هو عمل بي اتش دي بتاعته برضه معاي في نفس التوقيت تقريبا، قال لي يا اخي انا عايز ارجع اعمل لي ماجستير بتاع اداره اعمال ام بي اي. عينت له مرتين طبعا يعني، قلت له يا اخي احنا بعد القرايه قريناها والسهر سهرنا ده كله، هل برجعك الجامعه تقرا لك ثاني ماجستير وسنتين شنو؟ فاللوجيك بتاعه في الكلام اقنعني جدا، ودي واحده من الحاجات اللي انا بتمنى الناس تنتبه لها، انه يعني مرات في ناس حولك بيكون عندهم حاجات لو ركزت معاها وسمعتها وركزت في التجربه بتاعتهم بتستفيد يعني، بس انت لازم تحتفظ بالاوبن مايند، لازم يكون عقلك مفتوح لانه الزول ده لو عنده حاجه ممكن استفيد منها انا ما 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 اتردد وما اتعطل. ف لكن برضه في نفس الوقت لما حسبت الحسبه بتاعت انه انا هرجع الجامعه ثاني سنتين تقريبا عشان اعمل لي بزنس ادمنستريشن ماستر اوف بزنس ادمنستريشن عشان الحاجه دي يكون عندها الفائده الحقيقيه للكارير بتاعتي اللي انا عايزها لازم تكون one of the top programs. الحمد لله كيلوغ او نورث ويسترن يونيفرستي كيلوغ سكول اوف مانجمنت one of the top executive MBAs في العالم. في واحده من السنين بتكون نمره واحد، في السنه اللي بعدها بتكون نمره اثنين، في الحدود دي يعني في التوب 3 دائما على مستوى العالم. فالدخول لها كان تحدي وعرفت انه فرص الدخول ذاتها ما حاجه سهله، لكن الحمد لله بالتنظيم وبترتيب وبابلكيشن فيه، وطبعا بتكتب اسايز وبتاخذ امتحانات وحاجات كثيره جدا، كانت بروسس طويله جدا. الحمد لله انه الواحد كان دائما لاقي دعم ممتاز جدا من الاسره، دي حاجه مهمه جدا، الدعم من داخل الاسره بينعكس نجاح على الاسره كلها. فتحيه لزوجتي فدوه ولابنائي كلهم، و المساله بتاعت انه واحد من الاب او الام يقرر انه يرجع يقرا زي ما بيقولوا بعد العمر ده كله، ما قرار حقك انت براك، الاسره كلها يعني بتعمل معاك الحاجه دي، يعني انت ما بتقرا براك، كلكم بتقروا مع بعض، بتجي على حساب الانشطه بتاعت الاطفال، قرايتهم، كل حاجه. لكن الحمد لله النقله من وظيفه هندسيه لوظيفه بتاعت اداره بتاعت برامج، بعد اداره بتاعت مشاريع، بعد اداره بتاعت برامج، وحاليا في وظيفه بتاعت تخطيط استراتيجي وبزنس ديفلوبمنت. انا حاسس انه لولا انه انا رجعت وعملت الاكزيكتيف ام بي اي الحاجات دي كلها ما كان ممكن تحصل في حياتي او ما كان ممكن اصل لها بعد توفيق ربنا الحمد لله. فالحاجه اللي عايز اقولها انه الموضوع بتاع السيلف ديفلوبمنت
والموضوع بتاع تطوير الذات، والموضوع بتاع انه الانسان ممكن يستفيد شنو في حياته. ده ما حاجه، ما اتس نوت الديستنيشن، هو جيرني، رحله مستمره، رحله بتاعت بحث عن الافضل، رحله بتاعت بحث عن التاهيل، وانك انت ممكن تعمل شنو في حياتك عشان توجه حياتك في اتجاه يكون افيد ليك وللحولك. انا حاجيف هنا عشان اشوف، ما عايز اتكلم انا برايي طول طيب الوقت يعني، لا فتفضل دكتور بالعكس ياسين. يعني لو اول حاجه اتكلمت ليه بكره، نحن يعني شايف انا متابع لو فعال في الفيسبوك، يعني السرد بتاعك رائع جدا والتجربه الثره، يعني نعم شفت ده بتاع انه فعلا الجانب بتاع البيزنس، ودي حاجه انا برضو داير اعمل عليها، يعني اشدد عليها شويه، انه معظم الناس يعني اللي بنلقاهم ليدرز في السودان تحديدا في الحكومه، الوزراء، محافظ بنك السودان، الماليه، ما اعرف شنو، بتلقاهم ناس عندهم دكتوراه وبيكونوا من الاكاديميين ومن الجامعات وكده، لكن الجانب بتاع البيزنس ده ما بكون شايفينه. الحاجه دي كان ملاحظه مثلا في قرارات كثيره، لو تكلمنا مثلا عن الحكومه الانتقاليه تحديدا، في قرارات كثيره اتخذت، في تصريحات كثيره من وزراء، يعني ناس عندهم دكتوراه وكده، ما كان بيعاينوا للابعاد بتاعت البيزنس والاقتصاد في كلامه. انا متاكد انك انت الليله بتكون كله ستيتمنت بتطلع منه، بتحلله وتفرتبه، واي حاجه بتعملها انت الليله عندك اويرنس كامل، مش انه والله بس هنصمم الطياره كيف ولا بتاع، لا، وانما الطياره دي هتتباع وين، فيها السوق، الطريقه بتاعتنا، الكوميونيكيشن الى اخره. فالحته دي برضو مش من الحياة الناقصة عندنا في التعليم، اللي هو ما فوق الجامعي بعد ما الناس انتهت خلاص. والله يا دكتور عمر، شوف، هي الخبره زائد التعليم والاكسبوجر كويس. الاكسبوجر ده حاجه مهمه جدا. نحن يمكن بنفكر في الموضوع ك زي ما قلت لك، عندنا اللينير ثينكينج في الموضوع بتاع انه انا هعمل كده وهعمل كده وبعد كده، لكن الواحد يكون عنده اكسبوجر واسع على خبرات متنوعة ومتعددة. الحاجة دي مهمة جدا، وبالذات لما تكون أنت مسؤول عن حاجات متشابكة أو حاجات عندها، وأغلب الحاجات اللي بتتعامل معها الزمن ده حاجات كلها فيها انتر ديبندنسيز وحاجات متداخلة مع بعض، ما بتقدر تاخد قرار وتنفذ حاجة بمعزل عن حاجات ثانية. وبالذات في المواضيع بتاعة التخطيط طويل المدى والصوت بتاع الاستراتيجيات، بتحتاج إنه يكون عندك اكسبوجر واسع. الحاجة دي بتسهل الأمور للناس. أنا شايف إنه واحد من مشاكل السودان في الفترة دي إنه عندنا نوعين تقدر تقول من الناس. ناس عندهم خبرة واسعة جدا في حاجات معينة، يمكن لما تيجي تنقل للواقع السوداني بيكون في ديسكونكت كويس، وعندنا ناس عندهم احتمال خبرة محدودة شوية بحسب الحاجة اللي اتيحت لهم، وعارفين الواقع السوداني، لكن ما تحس انه في الابداع اللي بيخلي الزول يفكر بطريقه اوتسايد ذا بوكس زي ما بيقولوا. نعم في النهايه زي ما بيقولوا، المؤهلات والشهادات والحاجات دي هي ما كل شيء. يعني لما تقرا السي في بتاع زول على الورق وتيجي تقعد معاه، بيكون في بيج ادجستمنت على حسب كلام زول، على حسب اداءه، وعلى حسب حاجات كثيره. ف ما يعني الموضوع ما بس زي ما نقولوا ما كفاءات بتاعت خبرات وبتاعت تخرج من الجامعة الفلانية واشتغلت في الحتة الفلانية. الوظائف زي دي بتحتاج انه الناس يعرفوا بالضبط الزول ده مقدرته على الأداء شنو، مقدرته على انه يحل المشاكل شنو. دي واحدة من الحاجات اللي عندنا فيها مشكلة، لأن السودان كله عبارة عن مشكلة واحدة. في ناس الليلة في الحياة العادية دي الواحد لو واجهته مشكلة في حاجة بسيطة، عربيته باظت وتبر، ما بيقدر يتصرف زي زول تاني. في ناس يعني ريسورسفول جدا، الواحد لو واجهت اي مشكله بيتلقى جاي بيتصرف، بيعمل حاجاته، بيرتب الامور، ودائما في كل اسره بتلقى ناس زي ديل. يعني في النوع اللي بيقوم بحل المشاكل، بيمسك الامور، بيمسك ميزانيه البيت شنو. فما تقدر تقيس الحاجات دي بالشهادات بس. عشان كده انا كنت بتمنى انه جزء من المعايير بتاعت الاختيار الوظائف العامة، إنه يكون يا أخي الزول يورينا نحن كشعب سوداني هو عايز يعمل شنو.
والحاجه دي عايز يعملها كيف وحيعملها كيف. للاسف البروسيس كلها ما فيها حاجه زي دي. نعم كل البروسيس عباره عن رسل السي في بتاعتك والسي في، وبعد ده طبعا هو عرفني زاد انه موضوع السي في زاد مرة زول وقف فيه كثير، القصه كلها بقت زولي وزولك وناسي وناسك. فبعيدين يا دكتور انور ودكتور ياسين بعيدين لسه، لكن الحمد لله السودان بلد عامر بخبرات وعامر بناس مؤهلين داخل وخارج السودان. بتمنى ان يكون عندنا النظام اللي بيسمح في يوم من الايام ان الناس يتم اختياره بناء على مقدرتهم على العطاء، مقدرتهم على حل مشاكل البلد. لكن لسه نحن أنا ما حقيقة، وصلنا الحته دي. نعم حقيقة ما عندي سؤال بقدر، بس عندي كلام موجه للناس في الفيسبوك. أول حاجة شكرا لكم، وأول حاجة يا جماعة يعني كان المفروض الوقت يكون بدري، لكن للأسف إنه دكتور بكري اليوم الوحيد اللي هو أوف، اللي هو يوم الخميس. حاولنا إنه نعمل يعني وقت مثلا الساعة 5 بتوقيت السودان، لقينا إنه صلاة المغرب بتكون زي 5 وربع وكده يعني، فما كان عندنا حل الا نعملها في وقت زي ده يعني. ف يعني لكم العقبه يعني ان شاء الله، ف بنحاول يعني نكررها يعني. طيب الحاجه طبعا المفروض زي ما قال اخونا اللمين عوض الله في الفيسبوك، من المفترض محاضره زي دي تكون طبعا تكون في الجامعات، لكن هون احنا بنعمل جهدنا يعني. انا دكتور بكري ده بالمناسبه سكيته اظن لي شهرين يعني، خلاص انه دايرين نعمل المواعيد وكده، حصلت الفيضانات وحصلت شنو في السودان، بعد ده هو اشتغل بالموضوع بتاع انه يجمعوا قروش للناس المتضررين وكده يعني. بعد ذاك انا ذاتي جاتني كورونا، بعد ذاك سافرت، بعد ذاك يعني الموضوع يعني صعب جدا. وبعدين ما شاء الله ناس دكتور انور شغالين عندهم المنتدى الاقتصادي، فبرضه ده يعني ناس شغالين فيه، ناس والله تعبانين فيه تعب ما عاد. فانا بناشد يعني او بطلب من اي زول عنده علاقه بالاقتصاد، عنده علاقه بالحاجات دي، المنتدى رهيب جدا جدا يعني. تمام. طيب واحده من مشاكلنا يا جماعه احنا كسودانيين، انه نحن قبل شويه دكتور بكري ذكر الحته دي انه صاحبه من بوتسوانا وكده. يا جماعه نحن في النهايه بشر كويس، عندنا عيوبنا وعندنا حاجاتنا الجميله وعندنا حاجاتنا العلمية يعني. فحتة انه والله نحن احسن ناس دي، المفروض الموضوع ده الناس يرخوا شويه عشان الواحد يشوف نفسه هو وين، ويقدر يعني يبني نفسه من هذا المنطلق يعني. دي واحده. بعدين نحن عندنا حاجه يعني ناسي ما شاء الله دكتور بكري يعني طوالي مما مشى امريكا، مشى قدم لجامعه وانتظر 9 شهور عشان الابلكيشن بتاعه ابروف، بعد ذاك اشتغل في بوينج، من بوينج مشى ايرباص، من بعد ذاك مشى لجلف. يعني نحن واحده من مشاكلنا يا جماعه الخوف من المغامره يعني. بتلقى الواحد عنده السكيلز وعنده اي حاجه، لكن ما بيخاف يعني. انا ما بخاف انه هو مثلا يفشل، بخاف انه هو يتجرح، بخاف انه هو والله يا اخي لا لا. انت لازم شوف، انت لو ما غامرت ما حتصل، لو ما كابست يعني ما حتمشي لقدام يعني. فالحته دي يا جماعه الناس يعني بالذات مثلا عندنا في الصفحه بتاعت الفيسبوك، الناس تيجي يقول لك والله يا اخي عندي موضوع بتاع بحث يعني، دار له عنوان. طبعا انا السؤال ده يعني والله بيكتبني عادي، اتمنى انه اكون اعرف الزول عشان اقوم اضرب له تليفون واقول له يا اخي تعال اقعد هنا، ما في حاجه اسمها يا اخي ادوني عنوان يا جماعه لي بحث. انت البحث بتاعك انت، دي حاجتك انت، ده الانتيتي بتاعتك، ده بعدين هيكون لك زي الشامه يعني. فانت لازم تمشي تفتش وراك، فتش شوف العنوان ذاته بيناسبك شنو يعني. يعني يا جماعه امشوا يعني، حاولوا تحركوا، وانتم والله مبدعين والله يعني. شباب بس يعني في الفيسبوك ديل والناس اللي بنتكلم معاهم ديل مبدعين جدا جدا، لكن بس مشكلتهم بيخافوا من المغامره، بيخافوا انه والله يا اخي بكره حيحصل. يا اخي انت امشي، وما توفيقي الا من الله. دكتور بكري بس ارجع لك سريع، اشتغلت في بوينغ ومشيت ايرباص، وبعد ذلك جيت للجانب الاداري. ايرباص وبوينغ طبعا ايوه ايرباص وبوينغ طبعا الشحم والنار يعني. قدرت انت كيف المنازعات والحاجات دي تقدر تعمل لها بالانس يعني؟ والله شوف، هي عين ما في النهايه قلت لك في نظام زي ده ما في حاجه اسمها ولاء لشركه ولا كده. في النهايه الشركات كلها بترتب حاجاتها بالطريقه اللي بتحفظ ليها اسرارها المهنيه، وانت في النهايه كشخص عايز تقدم وتطور نفسك من ناحيه وظيفه، ما بتدخل في حاجات تخل بالتزامك تجاه الشركه ولا التزامك الاخلاقي، انك انت يعني ما بتدخل في حاجه تعرضك لمخالفه قانون.
لكن الحاجه اللي عايز اقولها، وانا ما معلش يعني انا حاسس انه احنا مشينا ساعه ونص زياده، ف احاول انه ما نطول اكثر من كده كثير. لكن الفتره بتاعت ما بعد ماجستير اداره الاعمال الاكزيكتيف ام بي اي، انا حاسس انه فعلا حصل فيها يعني الكارير بتاعتي بدات تاخد شكل مختلف، وبدات القى نفسي يعني داخل في شغل. اصلا حاليا الوظيفه بتاعتي تخطيط استراتيجي وبزنس ديفلوبمنت في واحد من فروع الشركه كبير جدا والحمد لله. وفي فرصه انه الواحد يعني بيطلع لانه ممكن يشوف الوظيفه الجايه شنو في السكه يعني زي ما تقول. ف مصداقا لكلامك انه يعني الخوف والمرات الاستكانه للامر الواقع بتخلينا شويه كده ما بنقدر نشوف الممكن شنو. المقوله بتاعت نيلسون مانديلا اللي قدامنا في الشاشه دي انا يعني متكيف منها جدا، وكل مره اقول لو دخلت في الفيسبوك بروفايل بتاعي تلقاها واحد خدتيها انا الجمله او جزء منها على قدر ما سمحت لي عدد الكلمات. انه there is no passion to be found playing small. القبول بالحاجات مهما كان حجمها، وبس الاكتفاء انه خلاص انا حققته وما في حاجه اكبر من كده، دي حاجه ليميتنج جدا. وطريقه التعامل وطريقه الفهم دي في الدنيا بتخلي الانسان عايش باقل كثير جدا من البوتنشال بتاعه. Settling for a life that is less than the one you are capable of living. أنا تخليه كل واحد فينا ربنا خلقه ببوتنشال معين. التحدي في الحياة دي إنه نحن نصل قريب للماكسيمم بوتنشال، الحياة إن نحن فعلا مؤهلين نعيشها، مش الحياة بس إن نحن لاقينها. الحياة اللي أنت مؤهل إنك تعيشها دي بتضطرك إنك تعمل حاجات أوتسايد الكومفورت زون بتاعك، بتضطرك إنك تعمل حاجات ممكن تكون مخيفة. فأنا عايز المقولة بتاعت مانديلا دي نفكر فيها شوية، وعايز بناء عليها عايز لسه بتاعت خلينا نقول نصائح، مع إنه الواحد ما في موقع بتاع إنه ينصح ناس. متأكد ما شاء الله صفحتكم جمهوركم فيهم ناس كثير الواحد ممكن يتعلم منهم كثير، لكن بس بناء على تجربتي لو زول سألني يا أخي رأيك شنو، أنا ممكن أعمل شنو أحسن. والحاجة دي أنا بوصي بها نفسي قبل ما أوصي بها أي زول، إنه محتاجين نتعلم نحدد أهداف، حتى لو أهداف بعيدة، حتى لو أهداف ما واضحة شديد، لكن ال 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 العيش بدون تحديد هدف زي السواقة والزول مغمض عيونه. لازم على الأقل يعني أنت ركبت في العربية أنت عارف نفسك ماشي وين، ماشي تشتري حاجة من الحتة الفلانية. الحياة دي بالطريقة دي ممكن الزول يفكر فيها كده. تحديد الأهداف ده حتى لو ما وداك الأهداف ذاتها بيضمن إنك أنت ماشي بـ 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 برؤية. في تحديد الأهداف دي ما مفترض نفكر في الحاجات الصغيرة، مش بس لنفسنا. الإنسان ربنا ما خلقه في الدنيا دي عشان يعيش لنفسه. الإنسان يفكر في مجتمعه، في بلده، في أهله، في ناس اللي حوله، في شركته الشغال فيها. aiming high ما بس إنك أنت يعني تقول أنا والله يا أخي عايز أبقى مليونير مثلا أو عايز أكون أغنى زول. الحاجه دي معناها ايم هاي ما لنفسك بس، لكن حتى للحولك. يعني الانسان يعيش حياه اكبر من نفسه واكبر من الحياه اللي هو عايشها قدر الامكان. وتيك ريسك، ارجع لكلامك قبل شويه دكتور ياسين انه اي حاجه فيها ريسك. فتحت الباب طلعت برا الشارع ممكن عادي تضربك عربيه، وفي ريسك في الحاجه دي كلنا عارفين. اي حاجه بنعملها قعدنا في الكرسي ده ممكن يكون فيه ريسك معين. الحاجه اللي بتختلف من زول لزول انه نحن الريسك اللي بنقبل او المخاطر بنقبل ان نعيشها وتكون في الحياه اللي بنعمل فيها هي قدر شنو. وده الفرق. ما في ريورد بدون ريسك، ما في مكافاه بدون ما الانسان ياخذ جزء من المخاطره. بعد ذاك keeping an open mind، الانسان يكون عقله مفتح، لانه ما بتعرف الحكمه بتلقاها وين، ما بتعرف النصيحه المفيده بتجيك من منه، ما بتعرف الحاجه اللي ممكن يكون لها اثر كبير في حياتك هي شنو. فدائما اتعامل مع اي فرصه انك تسمع حاجه جديده، انك تشوف راي جديد، انك تقرا حاجه جديده مفيده، نتعامل معاها على انها ممكن تكون حاجه تغير حياتك. وخلي راسك مفتوح. الحاجه اللي بتضر الانسان في الدنيا دي انه يعمل كده ويقول انا خلاص انا زمان اخترت طريقي في الحياه دي وما هقدر اغير اي حاجه، او انا خلاص يعني خلصت الدراسات العليا تربيت كده ولا عادات وتقاليد زي ما بيقولوا. الحاجات دي ما عندها موقع في الحياه. يعني الحياه كلها رحله
تدور حول انك انت دائما تجد حاجات افضل وانسب واجمل. الحاجه الاخيره انه الديفلوبمنت او التطور، تطور النفس، تطور الوظيفه، تطور كل حاجه هو رحله، ما وجهه بنصل لها وخلاص نفك الشنط ونقول احنا وصلنا بعد ده. انا ما محتاج اشتغل على تطوير نفسي. الحديث الشريف بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا قامت القيامه في يد احدكم فتيله او فسيله نعم فليغرسها. ده هو ده تجسيد للمعنى بتاع انه الحياه عباره عن رحله متواصله بتاعت سعي وبتاعت تطوير، سعي للتطور وتطوير لنفسك ولحولك ولافكارك. ف عايز اتمنى انه الكلام ده يكون كان مفيد وفيه شويه افكار ممكن تخلي الناس تفكر بطريقه احسن شويه او بطريقه مختلفه شويه. الحقيقه انا ما عندي كلام اكتر من كده عايز اقوله، لكن حاسس انه كل واحد فينا عليه مسؤوليه انه حياته يعيش بالطريقه اللي قالها نيلسون مانديلا هنا، انك تعيش الحياه اللي ربنا سخرك انك تقدر تعيشها، مش الحياه اللي انت لقيتها. الحياه تنطبق على كل حاجه حولنا، على كل شيء احنا عايشينه في تفاصيل حياتنا. فانا ما عايز اطول شديد على الناس، دكتور ياسين، دكتور انور، وممكن اشوف لو في اي اسئله اضافيه، نعم لكن احسن ما نطول على الناس شديد زي ما ندخل في الكلام. انا لو سمحت لي ممكن اشير السكرين هنا. ده كان في 2016 في مجموعه الباحثين السودانيين عملنا استطلاع للراي. الاستطلاع بتاع الراي ده كان بناء على استطلاع راي قريته انا في جالوب. محط جالوب لاستطلاعات الراي قال انه اكبر مخاوف الامريكان بيجي من الثعابين، وخدتين الرابط بتاعه. فعلا الامريكان لما عمل عنهم استطلاع لقاهم اول حاجه بيخافوا من الثعابين، نمره اثنين بيخافوا من الخطابه الجماهيريه، انك تجيب تتكلم قدام ناس، بيخافوا من المرتفعات، بيخافوا من انك تكون مقفول في حته، المهم الى اخره. فبناء عليه يعني انسباير بالكلام ده قلت يا اخواننا طيب احنا السودانيين دي اكثر مخاوفنا من شنو؟ وانت واحده من الاسئله من النصائح اللي اديتها والنصيحه مهمه جدا اللي هو قال اكثر ناس صوتوا لانه الخوف من المبادره او المجازفه او المغامره. ودي الناس يعني ريل بيبول موجودين داخل مجموعه الباحثين السودانيين. الخوف من المستقبل المجهول، الخوف من الاحراج قدام الناس، الخوف من تقعد في السودان ده للابد. ده كان 2016 يعني برضه عشان ندي برسبكتيف، ممكن هسه يكون وضع مختلف. نمره سته كان الخوف من الله. فربنا انا متاكد انه الجميع بيخاف من الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا دي حاجات مرتبطه بوجودنا نحن. فالموضوع بتاع انك تاخذ ريسك، موضوع بتاع انك انت تستقيل، تقدم استقاله، موضوع بتاع انك تعمل كارير شيفت، تطلع من الحته الامنه الكومفورت زون بتاعك، المكان الامن، تطلع لمكان ثاني. اعتقد ان دي يعني من اقيم الدروس. الجلسه بتاعت الونس كلها دروس بصراحه. يعني انت يو ار فيري انسبايرنج بيرسون يا دكتور بكري، احنا سعيدين بك وفخورين بك جدا جدا. لكن في حته مهمه لازم ما نغفلها، جهودك في الثوره، جهودك في جمع التبرعات وعلاج المصابين، الكلام ده لازم يتغطى، لانه الكلام ده سي يعني الفيديو ده حيكون ريفرنس لناس ثانيين تو بي انسبايرد. من وين بدات القصه دي؟ يعني بس شنو خلاك انت تبدا تعمل لك فند ريزنج كده؟ تفضل. معلش بس نقطه نظام قبل ما الدكتور يجاوب. يا جماعه الناس اللي في الفيسبوك لو اي زول اللي عنده مداخله يتفضل، يعني عندنا زي اباوت 20 دقيقه كده، فاي زول. انا خطيت اللينك طبعا في الفيسبوك بتاع الزوم على اساس انه الناس يكونوا معانا في الزوم، لكن شكله لمشكله لتكنيكال ايشو ما قدروا يخشوا معانا. فاي زول يا جماعه عنده سؤال مرحب بيه، يعني طوالي انا ودكتور انور بنوصله لدكتور بطل. اتفضل يا دكتور، موضوع تشاريتي. طيب انا حقيقه علاقتي بالسودان ما انقطعت اطلاقا، يعني زي ما قلت لك، يعني انا جيت البلد دي وكنت في البدايه برجع السودان كل سنتين، كل 3 سنوات بالكثير، سنتين ونص. فمن اول الحاجات اللي حاولت اعملها لما كنت شغال في الاف اي بعمل في البحث بتاعي، تواصلت مع امريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز، اي اس ام اي، كويس، اللي هي دي تقدر تقول في العالم دي الجهه اللي بتضع الستاندردز بتاعت الصناعه او بتاعت المجال. وكثير جدا من البابليكيشنز بتاعتهم، من الستاندردز بتاعتهم، لو ما اكسسبل ما بتقدر تعمل شغلك كمهندس ميكانيكي. فالكلام ده كان سنه 2000 2001. يعني اتصدمت جدا بالواقع بتاع انه حتى جمعيه زي اي اس ام اي، جمعيه اكاديميه بحته،
ما عندها طريق انها تشتغل في السودان او تفتح مكتب في السودان، لانه السودان الوقت ذاك اوريدي كان يعني محاصر ومحظور وعليه عقوبات. ف ما وقفت يعني، واصلت الطرق في الابواب انه الانسان يساعد في الجامعه، يساعد في انه كل ما يرجع السودان يدي محاضرات. اديت كم محاضره في جامعه الخرطوم، وواحده كان في واحده من خليقة سودانير في المطار هناك. فالواحد كان بيحاول دائما يشوف طريقه عشان يفيد بها في البلد. السوشيال ميديا الحقيقه خلت نقلت الحاجات نقله اوسع. بقى يعني انت ممكن انت قاعد في بيتك في امريكا، هنا تكون على تواصل بالسودان والحاصل في السودان والامور الحاصله في البلد. ف في سنة 2016، ودي بالمناسبة واحدة من الحاجات برضو اللي أنا برجع لل ال MBA experience بتاعتي، التوب سكولز لما يكون عندهم MBA program، الموضوع ما أكاديميات بالمناسبة، على قدر ما إنه بيركزوا على leadership skills بتاعتك، بيركزوا على كل المهارات الإدارية بتاعتك، وبكون في زول شغال معاك one to one leadership بالتحديد. فبيبدا يسالوه انه انت عايز تعمل شنو في الدنيا دي، والحاجه اللي انت هدفك شنو في الحياه دي. الفتره بتاعت الام بي اي سنتين كانت كلها فتره بتاعت استكشاف للذات، من سنه 2000 نهايه 2015 بدايه 2016، ويمكن اتبلورت لي تماما الحته بتاعت انه انا عايز اساعد في السودان somehow. والبلد دي يعني اتحرمت شديد، والواحد عارف البوتنشال بتاع السودان شنو، بلد ما فقيره بالمناسبه، لكن بس الظروف اللي قمنا فيها ولقينا فيها البلد كلنا عارفين الممكن شنو يعني. ف سنة واحد من أول الحاجات اللي كان أنا يعني ظهرت فيها في الساحة، الحادث بتاع ابن المناصير اللي كان غربه في النيل في الفيضان سنة 2017. ده كان بسبب موضوع السوشيال ميديا، الواحد قدر إنه هو دي الحملة بتاعت التبرعات دي كانت في الموقع بتاع جو فون مي، والحمد لله بالترتيب مع شباب ناس ناظم. الوقت ذاك بدأت علاقتي مع أخونا ناظم الله يطول بالخير. ف يعني يمكن الفكرة كانت مختصرة إنه يا أخي إحنا نعمل فوند ريزنج، لو جمعنا 1000 2000 دولار نشتري بيهم سترات النجاة دي نرسلها للشباب ديل، وعلى الأقل الناس ما يستسلموا للحزن بس، يعني لأنه فعلا كانت حاجة موجعة جدا. أي زول يعني يمكن يكون اتألم اليوم ذاك، وبالذات الناس اللي عندهم أطفال. مشينا هناك وشلنا الفاتحة معاهم في الكيمبا، يعني صراحة يعني حاجة كانت هزت وجدان كل سوداني. نعم صعبة صعبة كانت هاي. فالوقت ذاك ظهر لي البوتنشال بتاع انه ياخذ السوشيال ميديا دي حاجة يعني فيها باور، انك انت ممكن توصل للناس من حتات بعيدة وانت قاعد في محلك. قبلها برضو كان الموضوع بتاع في كان مذكرة اتقدمت لأوباما، إدارة أوباما، لرفع العقوبات عن الشعب السوداني. وطبعا بالمناسبة يعني الوقت ذاك الناس هاجمت الموضوع ده إنه يا أخي ده كيزان، وعايزين الحكومة تطلع من العقوبات وما تطلع من العقوبات، في حين إنه الناس يعني نظرة بسيطة جدا بتوريك إن العقوبات دي ما كانت ضارة النظام بأي شكل، وإنما كانت ضارة الإنسان السوداني. اي زول عايز يفتح مكتب لمنظمه دوليه في السودان، عايز يفتح فرع لجهه مهنيه في السودان، يكون شايف الامكانيات بتاعت انك تعمل حاجه دي شنو. فعملت الحاجه دي بمشاركه بتاعت اخوان في مدينه ويتشيتا كانساس الزمن ذاك، ومشت بعيد يعني عدد التوقيعات، متذكر فات 100,000 توقيع، والناس شيرتها في السوشيال ميديا، وداخل السودان لقت رواج. لكن طبعا النظام البائد البليد قاموا تبنوا الموضوع، يعني القصة بعد ذاك رغم إنها بدت كويس، لكن ديل قاموا كتبوا عنها في جرائد وشنو بتاع، فبقت حاجة كده أكبر من اللازم، ولكن تخليه أدت الغرض، نبهت لأنه يا أخي الشعب السوداني ده شوفوا طريقة عاقبوا النظام ده بعيد من إنكم تضروا الشعب ككل، لأنه النظام الصحي في البلد انهار، التعليم انهار، الجامعات معزولة عن جامعات العالم وشنو. ف يلا الكومبينيشن بتاع الحاجات دي كلها يمكن كانت حاجات متفاوته في ازمان متفاوته، لكن لما جات الثوره بتاعت ديسمبر 2018 كان واضح جدا انه واحد من اسباب استمرار النظام انه مستفرد باهلنا في السودان. الناس اللي برا عندهم مقدرات ماليه وعندهم مقدرات انه يساهموا في تغيير الواقع، لكن للاسف ما في شانل، ما في طريقه عشان الناس توصل
المجهود بتاعه ده وتساهم في حاجه. فالحمد لله يعني نقدر نقول توفيق من ربنا، وبرضه تواصل مع الناس الصح في الزمن الصح. مجهود كان جماعي زي ما تابعته كلكم، يعني الواحد في النهايه يمكن هو الظاهر في الواجهه، لكن الناس اللي دخلت المعتقلات والناس اللي تابعت مع الناس المصابين والناس اللي تابعوا مع اسر الشهداء، في النهايه ده ما نوع الشغل ممكن يعمله زول واحد، لكن لما تحرك الحاجات الناس الصح بيظهروا. وما شاء الله زي ما قلت قبل، الشعب السوداني مليان ناس، رجال ونساء واخوان واخوات قلبهم على البلد نعم وفعلا عايزين البلد تمشي لقدام، وما راجين منصب ولا راجين جائزه ولا مكافاه ولا غيره. ف بنتمنى انه جهودنا دي كلنا كده مع بعض. بالمناسبه انا بقول في الكلام ده ومتاكد انه في يعني في جهود كبيره جدا، كل الناس الظاهره حاليا في الساحه دي، جهود فكريه، جهود بتاعت دعم، جهود بتاعت محاوله مقاومه للنظام. الشعب السوداني كله بقاوم في النظام من سنه 89 مما بدا النظام. فالحمد لله انه يعني نقدر نقول انه انجزنا مرحله من التغيير. لكن في نفس الوقت اي زول متابع الحاصل هسه بيكون عارف ان احنا بعيدين لسه، وانه قدامنا مشاوير طويله نمشيها عشان نشوف السودان اللي احنا بنحلم به وبنتمناه وبنستحقه. للاسف التغيير ما بيمشي في خط مستقيم ولا بيمشي بالسرعه اللي احنا عايزينها. فمن الحته دي انا بتمنى انه الناس تستوعب ان احنا بنغير في دوله، ان احنا بنغير في دوله فيها 44 مليون نسمة. ما نعم تغيير سهل ولا مفترض يكون سهل، لو بقى سهل الحاجات السهلة بالمناسبة عندها محلها، لكن ده ما نوع الحاجات السهلة. نعم ف بتمنى انه كلنا ما نقنع ما نجيف، يعني جهود الناس، جهود الناس القادرة تغير، جهود الناس القادرة تفهم الحاجات وقادرة تساهم في صناعة التغيير، الجهود زي دي مطلوبة. العوج بيحصل لما احنا نتراجع ونقعد نسمع في اخبار السودان زي ما بنسمع في اخبار أمريكا الجنوبية ولا ماليزيا ولا كده، بيكون ما بتعني لنا حاجة. لابد الناس تواصل تفاعل مع ظروف السودان ومع أمور السودان رغم الإحباط الحاصل ورغم الفشل اللي احنا شايفينه قدامنا. ويعني ما بقول لك إنه الواحد عنده فكرة في راسه المخرج حيكون شنو، لكن أنا متأكد إنه التفاف الناس ومتابعتهم لأمور السودان هتكون هي مطلوبة في كل المراحل. نعم، أنا بضيف لكلام دكتور بكري، يعني إنه الناس يعني بس ما تنتقد، يعني أنت يعني أنت لا أنت لا يعني اللي هي المثل بيقول لك أنت لعن خير من أن تلعن الظلام، توقد شمعة خير من أن تلعن توقد الظلام. شمعة خير. شكرا دكتور. توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام. يعني هسه احنا شايفين كل الأشياء في الفيسبوك، بالذات في السوشيال ميديا، ويا جماعة السوشيال ميديا دي ما بتمثل كل السودان. يعني في ناس يعني من ال 44 مليون ذكرون دكتور بكري، يمكن في نصهم ما قاعدين ذات السوشيال ميديا دي، ما قاعد يقدروا يدخلوها يعني، او ما عندهم لها اكسس وكده يعني. فالناس يعني بالذات الناس الكويسين، الناس اللي بيحسوا هم والله بيعرفوا بيكتبوا كويس وكده، يعني دائما يا جماعه شوفوا الجانب المشرق وين، يعني حاولوا دائما تكونوا قدوه صالحه، يعني حاولوا دائما يعني الواحد من الفسيخ يصنع شربات يعني. لكن ما بس تبقى يعني احنا عارفين، يعني عارفين الحاصل شنو، عارفين انه والله الوضع سيء جدا جدا. يعني انا ممكن جيت من السودان لي اسبوع يعني، فالوضع ما الوضع زفت يعني كويس، وانا كنت في لايف من الخرطوم وكل شيء كده يعني في immediately يعني. لكن ده ما بيعني يا جماعه الناس انه بس تقعد يعني بس تنتغي. طيب ها لمتين احنا حنقول ننتغي؟ ما احنا لازم نبدا نتحرك. يعني اي زول زي ما يعني اي زول ربنا سبحانه وتعالى اداه مقدره لحاجه معينه، فانت الحاجه اللي ربنا اداك ليها دي حاول ابدع فيها، حاول انجز فيها. يعني هو نحن مثلا ما شاء الله تبارك الله عندنا دكتور بكري علي، يعني ما شاء الله قدوه. يعني شوف يعني زول ده وده من الشكابه شع الدين، يعني يمكن الشكابه شع الدين ده 90% من الناس في اللايف ده ما بيعرفوها وين. تمام، بعد ذاك مشى جا الخرطوم، من الخرطوم دخل الجامعه، مشى خور عمر، بعد ذاك مشى امريكا، في امريكا. يعني الحقيقه كده يا جماعه الحقيقه. وطبعا هو ادانا بس الجانب المشرق، انا متاكد انه في الام وفي يعني احن وفي حاجات صعبه جدا جدا واجهت دكتور بكري، ما ذكر لهم يعني، اداكم بس الزبده بتاعت الحاجات الكويسه يعني. تمام، يعني الغربة ذاتها في حد ذاتها، يعني حتى قال لك سيدنا الهدهد سليمان،
لما سيدنا سليمان اتفقد الهدهد وما يقاوم، فقال انه هيعاقبه عقاب قبل كده ما عاقبوا ليه بشر. فيقال العلماء قالوا انه العقاب ده هو انه هيمشي قعده من غير بني جنسه، يعني هيمشي قعده مع الناس يعني مع الغربة. فالغربة دي يا جماعة صعبة جدا جدا يعني. فهسه شوف الدكتور بكري ما شاء الله، شوف بس على الشعر قبل كان كيف، بس كيف، وشوفوا دكتور انور يعني ربنا يدي الصحة والعافية. يا جماعة والله الحديث مع دكتور بكري ذو شجون، والراجل يعني بيمتاز بالهدوء بتاعه بالسرد الجميل، بجد كانت محاضرة جميلة ورائعة واستفدنا منها، وأنا متأكد إنكم كلكم أنتم استفدتوا منها، وعشان كده إحنا هنحفظها بعد إذن دكتور بكري، هنحطها في اليوتيوب شانل بتاعت المبادرة، وحنسجلها وحنوزعها يعني، يعني حنوزعها لأي زول يعني. فبجد والله استمتعنا جدا يا دكتور، وأنا عارف الليلة الخميس يومك الوحيد له، وسمحنا إن أخذناك ساعتين يعني جلسة كده يعني متواصلة، فربنا يديك الصحة والعافية وربنا يخدر دراعك يعني. شكرا يا دكتور ياسين، شكرا لك الأسرة الكريمة والأسر النووية الصغيرة اللي معاك والأسر الممتدة في السودان، احنا والله اتعلمنا جدا يعني، كانت حاجة ملهمة جدا جدا، واحنا سعيدين انه هتحتل لنا المجال ده، انه يعني زي ما بيقولوا نمشي معاك في العمق عشان نعرف اكثر عنك. دكتور بكري والله يا اخي الله يكرمك يا اخي، ربنا يوفقك ويعلم من شانك اكثر واكثر ان شاء الله. تفضل يا دكتور. شكرا لك دكتور انور، شكرا لك دكتور ياسين، وشكرا لمبادره الباحثين السودانيين، وبتمنى انه الكلام اللي قلناه ده يعني يتمنى انه يكون فيه حاجه تفيد الناس، الهام للناس، لانه يا اخواننا والله كلنا يعني زي ما بيقولوا الحكمه ضاله المؤمن، كلنا بنفتش على انه كيف نحن نطلع من الحياه دي بشيء يفيدنا ويفيد من حولنا ويجعل مننا خلفاء في ارض ربنا اللي استخلفنا فيها. فما ما الناس ما تستسلم للظروف اللي هي عايشاها. انا عارف انه الموضوع يمكن يعني كلام سهل، لكن متاكد انه التفاؤل والامل والتخطيط والعمل المستمر والمحافظه على الفكره انه باذن الله بإذن الله غدا حيكون أفضل، ده جزء كبير جدا من النجاح في الحياة. فشكرا لكم مرة تانية على الفرصة، وأي واحد سمع حاجة الليلة عايز يعرف عنها زيادة، عايز يتواصل زيادة، معليش أنا ما والله يعني سيء جدا في الردود على الرسالة الخاصة، وبحاول، لكن بس للأسف الواحد مشربك في حاجات كثيرة، لكن بتمنى إنه أي زول عنده سؤال عايز يعرف زيادة نتواصل إن شاء الله. شكرا لكم شديد، وربنا يوفقكم في كل جهودكم الجميلة يا شباب. شكرا، شكرا جزيلا، وشكرا للشباب المتابعين اننا مسهرين معنا في الفيسبوك، كتر خيركم كثير. وزي ما قال لكم دكتور أبوك الدكتور بكري، طبعا دي ما لسه ما حنجاه مرة ثانية الحلقة الجاية، زي ما قال دكتور بكري يا جماعه بيرد عليهم، لكن والله انا متاكد يعني انا يعني حاسس بوقته انه الراجل يعني مزحوم جدا جدا، فاي رساله وصلته هو برد عليها، لكن بس ادوا وقته وسامحوني جميعا وسامحونا، وربنا يديهم الصحه والعافيه وتصبح على خير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.